مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. الانتصارات في المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز اللي بيحققها الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كان بالتأكيد لها مفعول السحر، نوع من الثقة الكبيرة بدأت تجد نفسها أو طريقها إلى اللاعبين والجهاز الفني وأيضا المسؤولين في النادي والجماهير في حالة يعني يقظة موجودة لدى الجميع واستنفار موجود في صفوف الفريق والجهاز الفني وتغلب على الصعاب اللي مر بيها الفريق في الفترة السابقة واللي كانت طبعا مسببة قلق كبير للجميع وتوتر وانتقادات، والكل كان بيتحدث ويتساءل عن آليات العمل وتصحيح مسار قطاع كرة القدم أو فريق كرة القدم في النادي الأهلي وانعكاس ده على الأداء والنتائج. مباراة الأمس، مباراة الأهلي والجيش والفوز بهدفين في هذا اللقاء، طبعا ثالث فوز على التوالي بعد المرحلة اللي فاتت اللي كان فيها نتائج غير مرضية أو أكثر من كبوة مر بها الفريق على المستويات المحلية والدولية. أعتقد أنها كانت مختلفة كمان عن المباراتين السابقتين عليها، أيضا مباراة الجونة وبتروجيت، مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام الجيش كانت الجيش أفضل بكل المقاييس من حيث ليس فقط النتيجة ولكن الأداء كمان كان مطمئن وأفضل وبيقترب أكثر من طبيعة أداء النادي الأهلي وسيطرته على مجريات الأمور أمام أي منافس في أي مباراة محلية أو دولية واستحواذه على الكرة وسيطرته على رتم أو إيقاع اللقاء في أغلب فترات هذه المباراة. الثقة اللي بنقول انها بترجع تدريجيا وبتجد طريقها الى الجماهير والى الرأي العام الاهلاوي والى المسؤولين في النادي والجهاز الفني واللاعبين، سببها انه بدأنا نشعر ان في نسبة كبيرة جدا من لاعبي الفريق الاول بدأوا يستعيدوا الثقة. مكسب كبير جدا لينا عودة هداف الفريق ومهاجم الفريق المتميز مروان محسن الى التهديف، حساسية التهديف والاهداف اللي بيحرزها من لمسة واحدة ومن التمركز الصحيح ومن المتابعة اللي هو اللي بنقول عليه ان ده الشغل الصحيح لاي فرود او اي مهاجم او اي راس حربه صريح في فريق كبير بحجم النادي الاهلي، هو ده اللي المفروض انه بيبقى متوقع منه وانه يقدر يستثمر النص فرصه او الربع فرصه اقرب ما يكون الى انها حتى الفرص اللي بنقول انها يعني بتكون صعبه جدا وسط عدد كبير من المدافعين انه ممكن من خلالها بخبراته ومهارته يحرز هدف بلمسه واحده مهما كان في موقف صعب او حواليه عدد كبير من المدافعين او بيخضع لرقابه لصيقه. ده اللي معروف دايما عن مهاجمي النادي الاهلي وقدراتهم التهديفيه واستفادتهم باي فرصه ممكن تترجم الى اهداف. مكسب كبير جدا للفريق عوده حساسيه التهديف والثقه كمان، اعتقد ان الهدفين دول هيدوا ثقه كبيره جدا لنجمنا مروان محسن في المباريات اللي جايه وهيكونوا لهم تاثير على طبعا يعني اعتقد نسبه اهدافه متوقع انها تزيد في الفتره اللي جايه وانه يكسب الثقه اكتر مع المباريات المحليه والافريقيه اللي جايه ان شاء الله. كمان عدد كبير من اللاعبين ومن نجومنا بيستعيدوا جاهزيتهم البدنيه والفنيه والذهنيه كمان وبيتحلوا بشخصيه النادي الاهلي في ادائهم في الملعب وبروح الفانيلا الحمراء، وده انعكس على طبيعه الاداء وقوه النادي الاهلي الهجوميه اللي ظهرت في هذا اللقاء. النادي طبعا بيجري فيه العمل على قدم وساق، في استعدادات، في اجتماعات، اجتماع مجلس الاداره المنعقد حاليا بيناقش وفي اولوياته او مقدمه اولوياته كل ما يتعلق بالصفقات الجديده ودعم فريق الكره والنجوم الموجودين بعدد اكبر من الصفقات ممكن تدي طبعا يعني افضليه للجهاز الفني امام اي منافس واوراق بديله كثيره تكون متاحه امام الجهاز الفني حاليا بقياده كابتن محمد يوسف وصولا الى الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد الاعلان رسميا عن التعاقد مع المدير الفني الجديد. الفرق الكبيرة في العالم أحيانا بتستفيد بأي فترة توقف ولو لأيام قليلة جدا وأي راحة سلبية موجودة لأي فريق وسط ضغوط المباريات عشان تواجه منافسين على درجات متفاوتة من القوة، حتى لو منافس بفارق فني كبير عن الفريق البطل أو الفريق اللي عنده رصيد كبير من الخبرات زي النادي الأهلي بيكون ده اختبار جيد للاعبين وكل اللي مش بيشاركوا في المباريات بشكل أساسي وفي المباريات الرسمية، وده اللي كان الهدف طبعا وتحقق بنسبة أهداف كبيرة 7-0 أمام فريق منافس في هذا اللقاء الودي كان هو فريق أو لاعبي نجوم السادات اللي واجهوا النادي الأهلي وانتهت المباراة بسبعة أهداف نظيفة لصالح فريق الأهلي. هنعرض على حضراتكم على الشاشة الأهداف، أهداف هذا اللقاء، وهنستمع إلى تفاصيل أكتر عن عملية تجهيز اللاعبين، عملية الاستشفاء، عودة المصابين، كل ما يتعلق برؤية الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا بنسبة كبيرة أو مش بيشاركوا إطلاقا في المباريات الرسمية في الفترة اللي فاتت. هنتعرف على التفاصيل دي وأكثر من زميلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. مساء الخير يا شريف، أهلا بيك وإحنا سامعينك، يا ريت تقول لنا تفاصيل أكتر عن شغل الجهاز الفني واستفادته من هذا اللقاء الودي.
خير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن خليني اقول لك ان طبعا الاهلي بعد مباراه الامس، بعد الفوز، بعد الاداء، بعد النتيجه الطيبه اللي حققها امبارح فريق النادي الاهلي والروح المعنويه في ارتفاع شديد، النهارده في تمرين اليوم او قبل المباراه الوديه استعدادا لمباراه افريقيا يوم الجمعه المقبله، بطوله جديده للنادي الاهلي. نتمنى باذن الله كاهلاويه وجميع المصريين النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله. اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس، مباراه الجيش، النهارده كان عندهم تمرين خفيف وعندهم اطالات يمكن مع الكابتن حسين عبد الدايم. خليني اقول لك ان الجلسات مستمره، الجلسات النفسيه مع اللاعبين. النهارده عادل مصطفى بيقعد مع محارب في الملعب، مع اسلام، مع محارب، مع باسم علي، مع هشام محمد. يمكن الجلسات مستمره، كابتن محمد يوسف تلاقيه بينفرد بلاعبين، كابتن سيد عبد الحفيظ بينفرد بلاعبين، بيحسوا عن المرحله المقبله، لازم الاداء، لازم النتيجه، لازم الفوز في المباريات، البطولات متعدده، المباريات متتاليه ورا بعض كل ثلاث ايام مباراه، فعلى طول الجلسات شغاله مع التمرين. يمكن المباراه الوديه النهارده مع فريق السادات او نجوم السادات، يمكن كانت بدأ الكابتن محمد يوسف المدير الفني في حراسه المرمى بعلي لطفي، لعب اثنين سرد باكات، محمد عبد المنعم، محمود الجزار، لعب في اليمين باسم علي، في الشمال صابر رحيل، الديفندرين اكرم توفيق واحمد حمدي، امامهم عمار حمدي ومؤمن زكريا واحمد حمودي واحمد ياسر ريان. يمكن كان في تبديلات وتغييرات في المباراه، عمرو جمال نزل، عمرو بركات، محمد فخري، محمود السلمي اللاعب الفلسطيني الملقب بميسي، لعب ميدو جابر شارك، يمكن محمود ابراهيم ميشو، محمد فخري زي ما قلت، كريم يحيى، حربي بدر، مصطفى عزت، مصطفى فرماوي، احمد حاتم السيد، يعني لعيبه كتيره جدا شاركوا في هذه المباراه، لعيبه كتيره اظهرت امكانياتها لامكانيات كبيره تبشر ان النادي الاهلي يمتلك قطاع ناشئين على اعلى مستوى. يمكن نتيجه انتهت بفوز النادي الاهلي بسبع اهداف مقابل لا شيء. احمد حمودي في الدقيقه 18، احمد ياسر ريان في الدقيقه 30، حمودي هدف جديد في الدقيقه 35، احمد ياسر ريان من جديد في الدقيقه 45، في الدقيقه 66 محمد فخري، الدقيقة 75 عمرو بركات، الدقيقة 85 ميدو جابر، هدف ولا أروع ولا أجمل. يمكن تألق كتير، تألق ملفت النظر لميسي اللاعب محمود السلم الجديد، أحمد حمودي، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، صابر رحيل، باسم علي، تجربة ولا أجمل ولا أروع. يمكن بيتألق بشدة النهارده عمار، مؤمن يمكن للأسف خرج مصاب، عنده إجهاد في العضلتين الخلفية، تولي المباريات، الإجهاد، الضغط العصبي، الضغط النفسي، يمكن بيفرق برضه في إصابات اللاعبين. التأهيل مستمر على أعلى مستوى. ربيعة شريف، وإحنا بنسمعك إحنا عايزين نأكد طبعا للسادة المشاهدين إن إحنا وإحنا بنضيع أهداف المباراة دلوقتي، وإحنا معاك في هذه المداخلة الهاتفية كمان بننوه إن المباراة هتذاع كاملة إن شاء الله على شاشة قناة الأهلي بدءا من منتصف الليل الساعة 12 إن شاء الله، الساعة 12 منتصف الليل هتذاع المباراة كاملة. عايز اسالك عن فلسفه الجهاز الفني ورؤيه مدير الكوره الكابتن سيد والكابتن محمد يوسف المدير الفني في كيفيه الاستفاده مع فارق الخبرات الكبير بين الفريقين. ازاي مباراه مع فريق بحسابات البطولات والالقاب والخبرات اقل كثيرا من النادي الاهلي بالحسابات الخاصه بالاحصائيات والارقام، لكن ممكن فيها تبقى دفعه معنويه وحسابات فنيه مفيده جدا للفريق. خليني اقول لك الاول ان فعلا المباراه حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت قلت في 12 من مساء اليوم او صباح اليوم. كل جديد، كل ما هو حصري موجود على قناه النادي الاهلي. التجربه والافاده في مباراه وديه زي فرقه السادات هي بتبقى تنفيذ لمدير الفني، بيبقى عاوز يشوف لعيبه بعينها، عاوز يجرب جمل تكتيكيه، عاوز يجرب يشوف مين اجهز، من ما بتفرقش معاه قوه المنافس قد ما بيبقى عاوز يشوف اللعيب حالته البدنيه، حالته المعنويه في الملعب، بيطبق اللي المدير الفني بيقول له عليه ولا لا. احيانا المباريات اللي تبقى ضعيفه المستوى بتبقى مفيده للجهاز الفني اكتر من المباراه القويه. المباراه الضعيفه بيبقى شايف المدير الفني شايف عاوز بيطبق بيطالب حاجات من اللعيبه، فبيبقى شايف اللعيب بيطبقها ولا ما بيطبقهاش، بينفذها بحذافيرها ولا بينفذش. بمباراه الوديه بيبقى الهدف منها اكتر من النتيجه تنفيذ فكر المدير الفني. يمكن النهارده اللعيبه بتظهر بشكل، انا بقول لك يمكن باسم علي النهارده بيعلن جاهزيته، بيعلن ان هو قادم بقوه، ان هو متمسك بالفرصه، متمسك ان
ان هو يبقى ليه فرص كبيره جدا في الظهور مع النادي الاهلي الفتره المقبله بتالق جديد. يمكن اكرم النهارده بيتالق صبر الرحيل، حمود النهارده بيحرز هدفين وبيعمل مباراه ولا اجمل ولا اروع، احمد ياسر ريان الفرويد يمكن ان ما لعبش ثاني غبان على ما اظن مباراه الترسانه يمكن ما تالقش فيها، النهارده بيتالق جدا وبيشارك وبقوه، ان في فرويد قادم بديل لمروان بديل لصلاح محسن. التجربه انا من وجهه نظري مفيده جدا جدا للجهاز الفني، ان بيشوف اول باول حاله اللاعبين، ممكن مين يخش في المباراه الافريقيه المقبله يبقى على قدر المباراه ولا لا، هيقدر يبقى جاهز نفسيا ومعنويا للمباراه ولا لا. خليني اقول لك بقى ان التاهيل مستمر، الشناوي النهارده بيتاهل، النهارده يمكن بيقرب خلاص من نزول الملعب، احمد فتحي اشاييه معلول عاشور صالح جمعه بينفذ البرنامج التاهيلي، يمكن خلاص بدا يقترب بقوه، يمكن وزنه بدا يخس بشكل كبير جدا، بدا يقترب بقوه للدخول في فريق الكره اشاييه. يعني احنا اللي احنا عرفناه من مداخلات سابقه كمان انه يا شريف تقريبا الفريق هتكتمل الصفوف باذن الله بكل القوه الضربه للفريق وكل النجوم، سواء مع التعاقدات الجديده، بس طبعا في امور متعلقه بفترات القيد وتواريخ القيد، لكن الصفوف هتكتمل تماما مع نهايه شهر ديسمبر ان شاء الله. مظبوط، يمكن على شهر واحد هيكون في صفقات سوبر، مش شرط اشتريها من بره، انا عندي لعيبه مصابه تعمل الفارق، مين بيقول اجاي ما يعملش الفارق؟ مين يقول المعلول ما يعملش الفارق؟ ربيع ما يعملش الفارق، ربيع للاسف طبعا أكيد. يعني بيصادفوا سوء حظ غريب، يمكن عنده كسر في اصبع اليد، يمكن هيغيب عليه يعني هيغيب فتره كبيره، يمكن الدنيا مبشره، يمكن ان شاء الله ان شاء الله تكتمل الصفوف، وبنتمنى طبعا الشفاء لنجمنا رامي ربيعه، وهو مدافع متميز جدا جدا فنيا طبعا وبدنيا، وامكاناته يعني غني عن الحديث بخبراته ومشاركاته السابقه مع النادي الاهلي، بس طبعا هو يعني يتمنى له يكون موفق في سرعه العلاج والاستشفاء، لانه مر بفتره صعبه طبعا عطلته كتير عن العوده للمشاركه مع فريقه. بشكرك زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، والكل بيتفق على اللي كنا بنتكلم فيه مع زميلنا شريف شعبان دلوقتي، ان الاهلي غني بنجومه، حتى لو كان في عدم توفيق او سوء حظ في الفتره اللي فاتت لغياب عدد من النجوم المؤثرين يؤثروا على اي فريق، هذه النسبه اللي تصل ل 40 او 50% ولاعبين لهم خبراتهم المحترفين بالكامل كانوا غايبين في الفتره اللي فاتت اما لايقافات او اصابات، كل القوى الضربه دي بتكتمل ان شاء الله مع جهد مجلس الاداره والمسؤولين عن ملف التعاقدات الجديده، وده بيشرف عليه شخصيا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، عشان تكتمل الصفوف وتضاف لها قوة كبيرة، تكون زي ما قلنا لحضراتكم أوراق بديلة متاحة أمام الجهاز الفني في السباقات الكثيرة جدا اللي بياخدها في الفترة الجاية محليا ودوليا، وعندنا الارتباطات لا تتوقف وما فيش وقت، عشان كده النادي الأهلي بيتحرك بمنتهى السرعة لتحسين كل الأمور المتعلقة بقطاع كرة القدم وأمور فريق الكرة في النادي الأهلي، لأن المباريات بتجري بسرعة شديدة جدا، وهندخل الموسم الجديد أو النسخة الجديدة من دوري الأبطال الأفريقي إن شاء الله الجمعة القادمة في دور ال 32. بعد ما تابعنا هذه المباراة هنرجع نتكلم عن الجوانب الفنية، وزي ما قلنا لحضراتكم كان في استفادة للطرفين بالتأكيد، فريق نجوم السادات وبنشكرهم على المشاركة في هذه المباراة، بالنسبة لهم يمثل أمر كبير جدا فنيا ومؤثر جدا أنهم يواجهوا النادي الأهلي، والنادي الأهلي له كمان أسلوبه في الاستفادة الفنية من هذه المباراة، وشفنا ده منعكس على طاقات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق أكبر عدد من الأهداف وعدم الاكتفاء بهدف أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة خلال أحداث المباراة. مجلس الإدارة انعقد وما زال مجلس الإدارة منعقد الآن في مقر النادي في الشيخ زايد بدءا من 5 مساء اليوم وحتى وقت انطلاق هذه الحلقة، والاجتماعات بتجري على قدم وساق، والأولويات طبعا في مقدمتها في هذه المرحلة المفاوضات الخاصة بالنجوم الجدد، إعادة بناء فريق كرة القدم، تحسين المسار الخاص بالأداء والنتائج، وكل ما يتعلق بإرضاء الرأي العام الأهلاوي ومنظومة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره ومسؤوليه، وكل ما يتعلق بأن تكون كرة القدم في نادي الأهلي على المستوى المتعارف عليه دايما وعلى المستوى اللي بيرضي جميع الأطراف وما يتفق ويليق بتاريخ النادي الأهلي وبطموحات جماهيره كمان المحلية والدولية في الفترة القادمة. في موضوعات كثيرة مطروحة على أجندة العمل، أمور خاصة بشراكات كبيرة جدا، عمليات تتعلق بالاستثمار، فرص استثمارية مطروحة على شركاء يهمهم التعامل مع والتعاون مع كيان كبير على المستوى العربي والأفريقي والدولي زي النادي الأهلي المصري. عندنا وفد بقيادة السفير الصيني في القاهرة قام بزيارة مقر النادي الأهلي، واستقبل هذا الوفد طبعا عدد من المسؤولين في النادي وفي مقدمتهم الدكتور محمد سراج عضو مجلس الإدارة. هو المكلف دكتور محمد سراج، تم تكليفه لاستقبال هذا الوفد اللي بيضم هذا، وطبعا كمان في استقبال الوفد كان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن محمد مرجان،
وهذا الوفد تم التفاوض معه خلال الفترة اللي فاتت من أجل وجود شراكة استثمارية في عملية الإنشاء والإنشاءات الرياضية مع النادي الأهلي. وهذا الوفد أعلن عن انبهاره الشديد بمستوى الخدمة ومستوى الإنشاءات في النادي الأهلي ورغبته في دراسة فرص الاستثمار والمشاركة مع النادي الأهلي في الاستثمار الرياضي والإنشاءات الرياضية في الفترة اللي جاية إن شاء الله. وبإذن الله توفق هذه المفاوضات ونعلن على حضراتكم نتائجها في أقرب وقت. المهندس محمد سراج كان في مقدمة مستقبلي هذا الوفد مع المدير التنفيذي، وكان بيضم هذا الوفد السفير الصيني في القاهرة مع ممثلي مجموعة من الشركات والمستثمرين الصينيين. المزيد من خلال التقرير التالي. زي ما دايما بنقول، ده شرف لأي حد ينتمي للنادي الأهلي. برضو يعني مجلس الإدارة شغالين يعني على قدم وساق زي ما انت شايفين يعني. فمن ضمن الملفات اللي تم تكليف بها أعضاء مجلس الإدارة الفترة اللي فاتت من كابتن محمود الخطيب، الملف العلاقات الخارجية اللي مسؤول عنه المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. والملف ده مقسوم شقين، يعني شق استثماري وخاص بالإنشاءات والمشروعات للنادي الأهلي، ودي اللي قائم عليها وبتابعها الدكتور محمد سراج بشكل كويس، ودينا شايفين النهارده من أول النتائج. والشق الثاني الرياضي واللي متابعه المهندس خالد مرتجي. انا عايز اقول لك ان انت تبقى سعيد وفخور قوي ان انت تبقى قاعد في وفد صيني ممثل من شركات صينيه والسفاره الصينيه مرشحه لهم. يعني الراجل هو بيقول احنا سالنا السفاره الصينيه، قالت ان مصر دلوقتي دوله يعني اولى الدول الافريقيه وسبقت جنوب افريقيا في الاستثمار، وهم جايين النهارده مرحبين جدا جدا. وقال لك احنا اول ما سمعنا كده وشجعنا ان احنا يبقى في استثمارات في مجال الانشاءات والمقاولات بالذات، سمعنا عن النادي الاهلي وعرفنا النادي الاهلي داخل على مشروعات متعدده من ضمنها الانشاء الفرع التجمع الخامس، استكمال فرع الشيخ زايد، التطوير اللي بيحصل في النادي الاهلي. فهم جايين مرحبين جدا، ويمكن عندهم معلومات عن النادي الاهلي، ودي حاجه تسعدك، تبقى فخور جدا ان انت لما يجي يقول لك مصر النهارده سابق جنوب افريقيا كدوله ممكن تستثمر فيها وتعمل فيها استثماراتك. واحنا جايين اما دورنا في الاستثمار الرياضي دورنا على النادي الاهلي كاسم كبير، اكيد كلنا بنبقى سعداء. يعني الزياره فعلا زي ما انت قلت يعني مهمه، واحنا ده النادي الاهلي، يعني الواحد بيبقى فخور انه بينتمي للنادي الاهلي، لانه دايما لما الواحد بيسافر بيحضر حتى في اي مؤتمرات بره رياضيه او بيبقى في اي محفل يعني عالمي، دايما بيبقى اسم النادي الاهلي قوي والناس عارفاه بشكل كبير، لان هو يعني اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط وليه رانكينج عالمي يعني. فالحمد لله يعني الناس، احنا لينا رؤيه كمجلس ان احنا يبقى في تواصل بيننا وبين جهات عالميه وشركات عالميه في مختلف المجالات، سواء يعني مش بس في القطاع الرياضي والألعاب الرياضية، لا برضو في القطاع الإنشاءات وفي المشروعات الكبيرة. فاحنا برضو يعني فاتحين اتصال مع كذا شركة، بنشوف الأفضل إيه للنادي الأهلي كشكل تعاون، والحمد لله الناس طبعا عندهم يعني نوايا كبيرة إن هم يخشوا في مصر. وطبعا لما يخشوا في مصر كقطاع رياضي هو بالنسبة له بالنادي الأهلي هو اكبر خيار والخيار الاول، ده كلامهم يعني، عشان برضو مش كانش يعني كلامي انا لوحدي. فان شاء الله بقى في يعني باذن الله اي نوع من التعاون يعني جيد. هم في تواصل معهم بقى لنا شهور، والنهارده جايين بقى على ارض الواقع يشوفوا النادي ويزوروه، يعني ناخدهم جوله الشيخ زايد كمان شويه، وقعدنا معهم استعرضنا بعض الامور يعني في الاجتماعات، ونتمنى ان شاء الله يكون النهاية تكون لصالح النادي. يعني سواء هما مجموعة شركات في النهاية مش شركة واحدة، يعني مجموعة شركات في مجالات مختلفة بس كلها في مجالات المقاولات والتنفيذ والتمويل وخلافه، ومعهم برضو ناس ممثلة من الحكومة الصينية. هو بيشكر النادي الأهلي على حفاوة دعوته لينا هنا في النادي الأهلي، لما يجي يزورنا ويتفرج على النادي. هو عارف النادي الأهلي واحد من الأندية الكبيرة في مصر، وليه كمان ناس كتير تعرفه في الصين. بالفعل بيأملوا بالتعاون ده، وهم بالفعل ناقشوا بعض الطلبات اللي النادي الأهلي طلبها بخصوص الملاعب والسنتر سبورت سنتر اللي هيتعمل إن شاء الله. وهم كانوا في زيارة للسفارة الصينية ولقوا دعم كبير من السفارة ليهم للموضوع ده، وده حاجة طمنتهم، وإن شاء الله يكون في تعاون في المستقبل إن شاء الله. آه
زي ما قلنا لحضراتكم في ملفات كتير جدا مطروحه على مجلس الاداره حاليا، وكانت بتنتظر اكتمال القوه الخاصه بمجلس اداره النادي وكل رموز مجلس الاداره وكل المسؤولين في المجلس بعد عوده الكابتن محمود الخطيب من رحلته العلاجيه في المانيا، حتى تتم القرارات او تتخذ القرارات الخاصه بهذه المرحله، ومنها الكثير ما يتعلق طبعا الكثير والكثير امور تتعلق بتصحيح مسار كره القدم واعاده بناء الفريق، وايضا تحقيق المرجو على مستوى التعاقدات والصفقات الجديدة والنتائج، مع تأكيدنا على أنه النادي الأهلي يدين مؤشرات اللي الكل بيشعر بها في الفترة اللي فاتت، أنه حتى دون النظر للصفقات الجديدة اللي هي مؤثرة جدا بالفعل وإن شاء الله تكون مصدر رضا للجمهور وللرأي العام وللإعلام الرياضي، إلا أنه النادي الأهلي غني بأبنائه ونجومه. عندنا مكاسب كتير قوي، عودة باسم علي، مجموعة من النجوم اللي أشار لهم زميلنا شريف شعبان وهيعودوا خلال الفترة اللي جاية، أعتقد أنها هتكون كلها قوة مؤثرة جدا فنيا على الأداء والنتائج في الملعب وفي المباريات المحلية والدولية. خلونا ننتقل مع حضراتكم لفقراتنا النهاردة وضيوفنا في الاستوديو. هنبدأ هذه الفقرة، ضيفنا في الفقرة الأولى هيكون الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، وبعد نهاية هذا الحوار هنتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل هتلتقوا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين ومتابعته كمان للرياضات الأخرى والرياضة العالمية والملاعب العالمية من خلال الفقرة والتغطية المتميزة اللي بيقدمها عمر ربيع ياسين للرياضات والملاعب الدولية. خلوني أبدأ هذه الفقرة بالترحيب بضيفنا الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي سابقا. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا فندم. سعداء بوجودك معنا. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، ربنا يخليك، ربنا يكرمك. كابتن أحمد طبعا في بيتك طبعا منور، ربنا يبارك لك قناة الأهلي. كابتن أحمد هنتكلم عن مشوار الأهلي حاليا في الدوري الممتاز، شايف ازاي النتائج والأداء في المباريات الأخيرة؟ طيب يعني لو جينا استثنينا اخر ثلاث مباريات، قبل كده كان الاداء الى حد ما متذبذب، تمام، يمكن الاهلي كان داخل بطوله عربيه بطوله افريقيه مشتت، حتى لما رجعنا من البطوله الافريقيه ما حصلش نصيب، روحنا البطوله العربيه برضو حصل ما فيش توفيق، رجعنا الفرقه في ماتش المقاولين تحديدا يمكن كان فيه كوره كويسه ولكن ما كانش فيه فينيشر، ما حدش بيخلص، اتخطفنا في الاخر، الدنيا عماله تغلي علينا. الحمد لله يمكن بعد تعيين الجهاز الفني الجديد بوجود كابتن سيد وكابتن يوسف وكابتن سامي وعادل مصطفى وكابتن طارق سليمان، اعتقد ان قدروا يمسكوا العصايه شويه ويمسكوا نزيف النقاط اللي كان بيحصل في الفتره السابقه. انا مش مهم عندي دلوقتي لحد نهايه شهر ديسمبر، مش مهم الاهلي بيلعب كره ازاي، انا اهم حاجه عندي الثلاث نقاط المباريات في شهر ديسمبر، الثلاث نقاط هم اللي هيوصلوني في فتره من الفترات ان انا ابقى قريب من المتصدر، سواء المتصدر زيد او عبيد او اي حاجه، انا مش فارق معايا، انا عايز على بخلص انا ماتشاتي اوصل لاخر نهايه الدور الاولاني، ابقى في اول شهر يناير ان شاء الله، انتظارا قبل التدعيمات، انتظارا للاصابات المتلاحقه خلي بالك انت عندك في النجوم المصابين حدث ولا حرج، محمد الشناوي دلوقتي انضم لهم، سعد سمير، احمد فتحي على اليمين، علي معلول على الشمال، فرقه كامله، حسام عاشور في النص، رامي ربيعه، حسام عاشور في النص، تعال نتكلم اجايه، انت وازارو كان متعاقد خلفيه، يعني انت عندك فرقه كامله، فرقه كامله تشيلك، الست سبع لعيبه دول لو موجودين في نهائي افريقيا ذهابا وعوده طبعا كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى، بس كنا هنبقى لينا شان اخر في النهائي ده اكيد اكيد، حتى شكل الاداء هيبقى مختلف بكل، بص حياتك ربنا مسبب الاسباب، كده كده احنا مش مكتوب لنا ان احنا ناخد البطوله، بس عندنا سبب صح ان الفرقه دي ما كانتش كامله، اما تيجي شهر واحد ان شاء الله الفرقه دي لو رجعت انت بتتكلم في سبعه من ال 11 وعليهم تدعيمات اربع خمس لعيبه، شوف الدنيا هتبقى عامله ازاي معاك. في ناس بقى فرحانه جدا بالفتره الانتقاليه دي اللي اتكلمت عنها كابتن احمد، بتقول ان المهم فيها الثلاث نقاط في كل مباراه لاننا بنكسب ثقه المجموعه اللي شايله المسؤوليه دلوقتي اللي موجوده، تمام. وبعدين انت لو جيت بسيط متوسط الاعمار بعد ما كان بتتكلم في 29 30 سنه، امبارح انت بتلعب متوسط اعمارك لا يتعدى 24 سنه، اللي موجودين في الملعب كلهم سنهم صغير بيكتسبوا ثقات، اذا كان كريم نيدفيد، اذا كان ناصر ماهر، محمد شريف احمد الشيخ عودته للمشاركه، كل اللي متواجدين متوسط اعمارهم لا يتعدى 24، اكبر واحد في الفرقه كابتن شريف اكرامي 35 سنه، بعديه مؤمن لما نزل اخر خمس دقائق 30 سنه، تمام. المتواجدين في الملعب اكبرهم سنا بعد كده 28 سنه عمرو السوليه، انما الفرقه بعد كده كلها سنها صغير، دي بقى تديك ايه؟ تديك روح استمراريه في الفريق، تديك روح هتقعد معاك 8 9 سنين، يعني بعد عوده المصابين والناس دي تتالق
يعني انت دلوقتي ما تقدرش باي حال من الاحوال تطلع كريم نيفيز من الملعب، انت بتدور له على مكان عشان تحطه فيه. الاول كان الجمهور بيهاجمه، دلوقتي الناس كلها بتطالب ان كريم نيدفيد يبقى قدوه لبعض اللعيبه بدون ذكر اسامي، يبقى قدوه لبعض اللعيبه. باسم علي امبارح رجوع بعد فتره غياب كبيره جدا جدا جدا، نزل اثر في تغييره اثرت في نتيجه المباراه. وسيبك من هو بس عمل ضربه الجزاء، لا ده كمان انا رايي الشخصي يعني، باسم علي لو ما عندوش كميه الاصابات اللي بتجيله دي هيكون هو الجناح الموازي لعلي معلول في النادي الاهلي، وكابتن احمد فتحي يخش في نص الملعب. انما باسم علي طبعا عطلته كمان لاصابات، يعني اصابات كتير زي رامي ربيعه. رامي ربيعه لو مش انت يعني مع احترامي لكوليبالي، لو رامي ربيعه موجود ما كنتش هتفكر ان انت تجيب مساك كوليبالي. اساسي في النادي الاهلي، مساك اساسي في النادي الاهلي، كنت هتحط بقى جنبه سعد، جنبه نجيب، وبيرجع المنتخب فورا لو عاد وكان سليم وجاهز بيرجع. انا عايز برضو انوه لوجود احمد علاء. احمد علاء بقى له 5 شهور في النادي الاهلي بيتمرن على احسن ما يكون. لما يجي احمد علاء يتغير جهاز كاملا ويمشي ويجيبه كوليبالي يلعب، والولد مش موجود فرصته خالص، ومره واحده كابتن محمد يوسف يديله ثقه في مباراه والولد يثبت نفسه، يديله ثقه في المباراه اللي بعديها والولد يثبت نفسه، يديله ثقه في المباراه اللي بعديها الولد يثبت نفسه. واهم حاجه عنده قلب وروح النادي الاهلي، دي عنده. طالما دي عنده الكره هتيجي في النادي الاهلي عامه. اي لعيب في الدنيا عنده روح وقلب واصرار الكره هتيجي معاه بالوقت. كان كابتن حسام البدري من 3 سنين دايما يقول كريم نيدفيد لعيب عالي، دايما يقول كريم نيدفيد لعيب كويس انتظروه. المشكله انه كان مشتت، النهارده يلعب باك رايت، بكره يلعب باك ليفت، فيندر تحت الراس حربه يلعب. ولحد دلوقتي الفريق في المباريات الاخيره احتاجه في اكتر من مكان، بس لما لعب 3 ماتشات ورا بعض باك رايت ادى فيها ولا احسن. طيب انا هقول لك على حاجه، هو نزل تلت ساعه في المباراه الاخيره في بطوله افريقيا، ما حسناش ان لعيب النادي الاهلي وروح وقلب ونفسيه وشخصيه النادي لما ينزل تلت ساعه والنادي الاهلي مغلوب 2-0 ويؤدي على احسن ما يكون ويكون رئه ويخبط ويجري، ده يدل لك ان هو شخصيه النادي الاهلي. خلي بالك على فكره كريم نيدفيد الناس كانت راضيه عن ادائه حتى في مباراه المقاولين، تمام، عمل جبهه في اليمين كويسه جدا وعمل فرص ما كناش موفقين ان احنا نحولها لاهداف، مترجمها ما ترجمناهاش، لكن هو عمل اللي عليه في الملعب، هو عمل اللي عليه في الملعب. وطلعنا قلنا كده امبارح الدنيا كلها بتتكلم ان ازاي الشيخ يقعد انا لحد دلوقتي مش راضي عن الشيخ. عارف ليه؟ الشيخ عنده اكتر من كده بكتير بس هو بيرجع للمستوى، هو بياخدها خطوه ستيب باي ستيب. بس المفروض واحد زي ده رجليه في الملعب، بص لعيب الكوره المهاري مهما بعد لما يرجع سريع، انما اللعيب اللي بيعتمد على الفيتنس والجري والتخبيط ده بياخد فترة عقبال ما يرجع. تمام؟ إنما واحد زي الشيخ بإمكانياته ومهاراته ومتعته هو بيمتعنا، يعني ده لما يرجع المفروض يرجع أسرع من كده وأقوى من كده. ناصر ماهر كان بقاله 3 شهور في التلاجة، لما نزل حسيت بناصر ماهر وحسيت بجودة ناصر ماهر وإمكانيات ناصر ماهر، صح ولا أنا غلطان؟ طبعا كان الفترة اللي فاتت مش موجود، إنما دلوقتي لما أول ما لعب حسيت بإمكانياته. يعني إحنا ممكن نطمن الجمهور يا كابتن أحمد إن إحنا بنكسب فريق جديد، مجموعه من الشباب مع خبرات ما كانتش مستفاد بيها في الفتره اللي فاتت بعد التجديد لمؤمن زكريا، وبيتم تجهيزه هو نجم كبير ومؤثر مع الاوراق اللي هترجع النجوم المصابه. اعتقد ان شاء الله الامور هتبقى مختلفه. بس احنا نسينا واحد مهم جدا، صالح جمعه طبعا بيتم تجهيزه، ده معمول له برنامج علاجي وتاهيلي منفصل. أنا تماما انا عارف تماما، يعني انا برنامج بدني كمان وتأهيلي. ربنا يبص ان شاء الله النادي في تقدم، وانا اوعدك ان يعني النادي في تقدم بطريقه فظيعه جدا، واوعد الجمهور كله الدنيا ماشيه كويس، مدير فني جاي محترم جدا جدا جدا، اللعيبه اللي جايه يعني لعيبه تشيل النادي الاهلي فترات كويسه جدا. من الناس ما تستعجلش، سيبك من اللي بيتكتب في السوشيال ميديا، والله ما حد عارف حاجه، والله عارف يا كابتن احمد ان احنا نفسنا كاهلاويه حتى هنا في قناه الاهلي كنا قاسيين على الفريق بعد الهزايم، لان دايما الراي العام بيبقى رافض ان الاهلي يخسر، بيبقى غاضب جدا ان الاهلي يخسر اي بطوله او اي مباراه، مع ان ده بيحدث مع كل انديه العالم، امر طبيعي في كره القدم، دي حقيقه. ولكن لما فكرنا بمنطقية لقينا أن الفريق مع جهد الصفقات الجديدة والتعاقدات الجديدة وكلها هتكون إضافة إن شاء الله، لكن الفريق فعلا مليان نجوم. طيب. وممكن نحط تشكيل قوي جدا وصعب على أي فريق في الدوري يفوز عليه من غير لسه ولا لاعب من الجداد ما يضاف له. وأنا معاك وأنا معاك، بس أنا هقول لك على نقطتين. النقطة الأولانية أنت وصلت 2-4 نهائي أفريقيا، تمام، خدت دوري السنة اللي فاتت، ماشي بطريقة ممتازة في الدوري قبل ما يحصل يعني الوقعه بتاعت ماتش الاتحاد وبعدين ماتش المقاولين، لان هم خسرتين ورا بعض تقريبا. ماشي ووصلت النهائي، الناس طالعه. بص انا عايز ابين لك
قيمة جمهور النادي الأهلي وحب النادي الأهلي للانتصار. انت خسران 2 نهائي أفريقيا ورا بعض والجمهور زعلان ومتنكد، في غيرنا ما بيوصلش أساسا ومع ذلك الدنيا بتبقى بالنسبة لهم فرحانين وكسبانين، الدنيا ماشية معاهم في الدوري. لا احنا دلوقتي يعني اور كونسير اهتمام الفريق او النادي دلوقتي، احنا اهتمام النادي ببطوله افريقيا، احنا مش فارق معانا دوري دلوقتي، احنا مش فارق معانا كاس، احنا مصنفين نفسينا ابطال افريقيا، احنا نادي القرن. فلما نفكر ما نفكرش في يعني عايز تقول ان اولويه النادي الاهلي حاليا وجمهوره والمسؤولين في النادي واللاعبين البطوله اللي جايه بطوله افريقيا. طبعا طبعا. بص يعني حط تحتها 100 خط، والله العظيم ما بندور على الدوري، الدوري ده حاجه ثانويه بالنسبه لنا، احنا واخدين 40 دوري في 48 في قد ايه في 60 بس دوري. رغم كده ان رصيدنا كبير وبفارق كبير عن اقرب منافس، لكن بنقول دايما انها بنسميها كده البطوله المفضله للجمهور، البطوله المفضله ولكن هي ثانويه قدام بطوله طموحاتك الدوليه. انا عن نفسي انا كاحمد انا مش عايز، أنا ممكن ما اخدش دوري بس اروح اخد بطوله افريقيا، وعايز ترجع كاس العالم، وعايز ارجع كاس العالم والناس تشوفني والناس تعرف. هو لما علي سعيد الكعبي يروح في ماتش امبارح ويقول لك النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي والنادي الاهلي تاني والنادي الاهلي بيرفع تاني انديه العالم في عدد البطولات والتتويج، انا كنت قاعد عايز انط، مش يعني عايز اطلع افتح الشباك وانط. يا جدعان ده بيتكلم على الاهلي بتاعنا، الاهلي اللي احنا بنشجعه، وده مشجع انت ذات نفسك دلوقتي وانا بقول لك كلمتين جسمك اتشعر، صح ولا انا غلطان؟ كل الناس بتتاثر اما تعرف ان ليك صيت ذائع عالميا كده، وانه معلق او مذيع مش من بلد تانية، رأيه محايد تماما، ملوش انتماعات الأندية المصرية، وبيتكلم بمنتهى الموضوعية ان الأهلي رمز عالمي في عدد البطولات اللي حققها. فانا بقى عايز انا ازود البطولات دي، يبقى انا الأهمية عندي والأولوية دلوقتي لبطولة افريقيا دي نمرة واحد. نمرة اتنين اقول لك على جزء كده صغير، مستر جوزيه ربنا يديله الصحة، يعني كلمة قالها مرة كانت الدنيا ملوشة معانا بنفس الطريقة بالظبط، ملوشة تلويش غريب تمام، جيب كل هدوء وقال يا جماعة اللي يقابل زميله يديله طاقه ايجابيه، يقول له انت كويس النهارده، كنت كويس في الباص، انت رحت تجيب الكون والكره طلعت اوت عشان انت مش انت اللي وحش، لا الكره هي اللي وحشه، الارض علت الكره سنه، لازم تخترع لزميلك حاجه عشان تبين له ان مش هو السبب. لما تشوف دكتور تقول له الله يا دكتور على شغلك، لما تشوف المدرب الحراس تقول له انت شغلك هايل، لما تشوف الحارس بيصد دي بتحاول ترفع المعنويات او ما لما بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض 25 لعيب او 30 لعيب، كل واحد بيشجع الثاني، كل واحد بيشجع الثاني حتى لو حاجه ما تستحقش، ولكنها بتدي طاقه ايجابيه للفرقه كامله. الكلام ده خلي بالك لكل نقطه مستر جوزيه كان بيقولها لازم تعلم عليها صح وتحطها في المخزون عندك عشان هتحتاجها في اوقات. انا كان رايي النهارده ان احنا نحتاجها في وقت زي النهارده، في وقت زي دلوقتي، من الاعلام، من الجمهور، من اللاعبين، يعني انا الناس اللي دايما يعني انا ليا الى حد ما. طب هرجع لك نكمل كلامنا كابتن احمد، بس هنسمع راي كمان صديق العزيز وعضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي الكابتن هشام حنفي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. مساء الخير يا كابتن هشام. مساء النور يا استاذ محمد، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا على شاشه قناه الاهلي. الله يخليك دايما طبعا، اتشرف طبعا في اي وقت طبعا في قناه الاهلي بيتي وفي اي وقت طبعا. وعايزينك تشترك وتشتبك في الحوار مع كابتن احمد فوزي. كابتن احمد نجم النادي الاهلي السابق وحارس مرمى النادي الاهلي السابق بيقول ان احنا محتاجين نركز على الجوانب. اتفضل اتفضل يا كابتن احمد. منور الدنيا يا بيت. الله يخليك كابتن فوزي، يعني ارحب بيك. ربنا يبارك يعني طبعا طالما خدتني على طول كده يبقى تحياتي ليك كابتن احمد. ربنا يكرمك. من الحراس الممتازين يا جندي، من الحراس المثقفين جدا، راجل دكتور ما شاء الله، كان يعني قادر ان هو يبقى في الدراسه متفوق، وكان ايضا كمان في حراسه المرمى كان متفوق. ربنا يكرمك. عارف برضه يعني الكوره يعني رزق وحظوظ لبعض الوقت، يعني فوزي لو كان كمل في النادي الاهلي كان هيبقى حاجه ثانيه خالص، لكن هو من الحراس اللي انا يعني على المستوى الشخصي لعب معايا في حرس الحدود بشكل قوي، كان شايلنا بشكل قوي جدا، ويا ما شال فرق بصراحه يعني. ربنا يبارك لك. اكيد اكيد كابتن احمد عنده فترات طبعا في يعني تاريخه ومشاركاته كحارس مرمى كانت طبعاً متميزه جدا فنيا، واكيد مكانته عندنا كبيره جدا كواحد من الحراس المتميزين طبعاً في مصر. كابتن هشام، كان كابتن احمد بيطرح فكره انه محتاجين الراي العام دلوقتي وكل الكوادر الموجوده داخل النادي الاهلي تركز على الجوانب الايجابيه والقدرة
القدرات الموجودة عند الفريق وترفع من معنويات الفريق في الفترة دي، خاصة وإن معدل ومنحنى كيرف الأداء والنتائج بيزيد وبيتحسن دلوقتي. رأيك إيه يا كابتن هشام؟ خلي بالك أنا طبعا ده رأي أكيد كل الشارع الأهلاوي، لكن أنت الرأي الشارع المنافس بالنسبة لك الزملكاوي أو الرأي الشارع عموما في الميديا دلوقتي كله بيقول لك إن الإعلام كله بيساند النادي الأهلي. يعني في الفترة ديت يعني وأنا مش شايف كده خالص، أنا شايف إن في ناس بتحاول تحبط وتحاول تكسر النادي الأهلي في الفترة دي عشان يقدر يستفيد من وضعية الخروج من البطولة العربية ومن البطولة الأفريقية، ولكن دائما وأبدا النادي الأهلي يعني بيقف على رجله في أضيق الحدود وفي أقصر الطريق، يعني حتى لما بيغيب بطولة أو بطولتين أو بيتغيب سنة عندك أو موسم كامل، أنت بتقدر في المواسم الثانية انت بتلاقي نفسك متواجد بشكل قوي، بتحصد البطولات، بتصرف الانديه المصريه كلها بالكامل، بتصرف مصر عندك بتبرز لعيبه وبتفرغ لعيبه للمنتخبات باكملها. فبالتالي يعني لو احنا هنتكلم بالتاريخ زي ما الناس كلها بتتكلم دايما تقول لك تاريخه، طب ما انتوا بتتكلموا بالتاريخ، لو هنتكلم بالتاريخ والبطولات يبقى النادي الاهلي هو رقم واحد هيفضل طول عمره، مش هتعرف تحصل له النادي الاهلي. اكيد انا بكلمكم بجد، لو هنتكلم بطولات انا النهارده ما ينفعش تبقى بتعمل مداخله مع حد وتقول له ده احنا نادي البطولات، لا طب يعني انت نادي البطولات جبتها منين؟ جبتها من التاريخ اللي هو انت ان في ارقام بتحسم المناقشه دي يعني بالظبط، في احصائيات عندك يبقى انت عشان كده نادي بطولات. لكن لما انت تقول بقى عن النادي الاهلي ان كان هو كان يعني ايه كان؟ هو الاهلي ما زال وهيكون وهو مستقبلا هيكون في ولسه احنا في منافسه الموسم ده سواء على المستوى طبعا المحلي او بطوله افريقيا زي ما قال كابتن احمد، الموسم في اوله والكل عنده طموح مشروع، واحنا على يقين ان شاء الله ان فريقنا قادر يحسم البطوله دي باذن الله. انا معاك جدا ومع فوزي طبعا عشان مش عايز اثقل عليك لا 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 بالعكس، انا عايز اسالك سؤال تاني يا كابتن هشام كمان طبعا. هل احنا عاطفيين ومش مش يعني طريقتنا مش علميه في تقييم الامور، لانه الفتره اللي فاتت مع الهزيمه في نهائي بطوله افريقيا والخروج من البطوله العربيه بدا الناس تتكلم بلهجه حاده جدا ان الفريق محتاج فريق وان النادي الاهلي فريقه ده بالكامل محتاج يتغير، وبعدين بدات الناس تبص بشكل دقيق شويه مع رجوع بعض المصابين وتجهيزهم مع تحسن الاداء والنتائج وشغل الجهاز الفني الجديد واستغلال او الاستفاده بطاقات مجموعه كانت معطله من النجوم الشباب اصحاب القدرات الخاصه جدا، بدات الصوره تتغير تماما وبدات الناس تقول ده احنا فريقنا متكامل حتى دون النظر للصفقات الجديده. رايك ايه في الكلام ده كابتن هشام؟ بص انا هقول لك حاجه، ما انت ما ينفعش تحكم في وقت قصير قوي كده انك تكسب ماتشين فتقول ان الفرقه مكتمله والفرقه لما ترجع من الاصابات كلها تبقى جامده جدا وخلافه. طبيعي ان انت اصلا خارج من بطولات كبيره جدا وخارج من مشاركات افريقيه وعربيه ودوري وكاس، انت الفرقه اللي بتكمل على طول دايما، انت الفرقه اللي بتكمل ده مش كلامي، ده كلام فعلي في الملعب، ان الفرقه فعلا هي الوحيده اللي بتكمل في كل البطولات اللي انا بقول لك عليها. فبالتالي اللعيبه استهلكت، فانا النهارده محتاج ان انا عشان عربيتي تبقى كويسه او اللعيبه دي تبقى كويسه لازم ان انا اجيب حد معايا يبقى في روتيشن ما بيني وما بينهم. فاللعيبه طبعا عندك فتره اصابات غايبه بشكل كبير جدا عنك الفتره اللي فاتت بشكل كبير، لكن انت محتاج الفتره الجايه اللي هو الدعم، ومحتاج الفتره الجايه ان في ناس ثانيه تظهر بشكل قوي. انت عارف جوزيه، يعني اعتقد ان فوزي اتكلم على جوزيه، انا سمعت كده في الاخر، جوزيه في الحالات اللي زي دي ما بيبصش وراه خالص، ما بيبصش لحد، بيجهز كل لعيبه، كل لعيبه تبقى عندها وضع الاستعداد في اي وقت بينزل بتكسر الدنيا، بيخلي روح المنافسه. جوزيه بيبقى عايز ترسانه نجوم في الفريق، ان اللي بره في نفس مستوى اللي بيلعب بشكل اساسي. بالظبط طبعا طبعا، وهو كمدرب كان بيعمل ده. صحيح. هو بيصنع ده، يعني هو الناس كلها تقول لك طب ما جوزيه كان بيشتري اللعيبه كلها من بره، ماشي، ما هو مين بقى اللي يقدر يدير المنظومه دي كلها؟ هو كان بيعرف يديرها كويس قوي، كان بيعرف يخلق روح المنافسه ما بين اللعيبه وبعضها في اوقات كتير جدا جدا. فلا انت الحمد لله انا شايف ان الفرقه محتاجه حاجات بسيطه، لكن انا شايف مع الاستقرار والدعم الفتره الجايه من مجلس الاداره، ودايما مجلس الاداره بيعودنا على الدعم والاستقرار دايما، فاعتقد ان النادي الاهلي هيبقى في حته ثانيه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله نكون موفقين ونحقق بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معانا يا كابتن هشام. تحياتي ليك مره ثانيه نورتنا يا كابتن هشام، ربنا يبارك لك. شكرا كابتن. الف شكر كابتن هشام حنفي نجم الكره المصريه ونادي الاهلي سابقا وعضو اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا كابتن هشام. كابتن احمد تعليقك على اللي قاله كابتن هشام؟ يمكن ما انا ماليش تعليق، كل اللي قاله هشام هو فعلا مامي. الناس كاتبه مثلا في هاشتاج مثلا الاهلي راجع، راجع يا جدعان، هو كان راح فين؟ يعني هو الاهلي راح فين؟ الاهلي هو الاهلي، الاهلي هو الاهلي ويفضل الاهلي. خلي بالك في اعز اوقات انكساره، فعز اوقات انكساره هو الاهلي. كلمه جمهوره ده حماه مش قليله. الاهلي عمره ما بيقع، طول ما ورانا الجمهور ده خلي بالك في مصد في ظهرنا، عمرنا ما هنرجع ورا لحد حته معينه، لا انت يا اول، وساعات بتبقى ساعات بتبقى تاني.
اكتر من كده الجمهور بتاعنا هو حمانا، جمهورنا هو اللي بيفوقنا ودي حقيقه، وجمهورنا هو اللي بيرجعنا، ومع ذلك الدنيا كلها بتشتغل وكل الدنيا بتشتغل عشان نزوق النادي الاهلي. عايز تقول ان حتى النادي الاهلي في اسوأ الظروف لما بيحصل له دروب عنده حد ادنى بينزلش عنه، الحد الادنى ده هو الثاني، ما فيش منافسه على لقب البطوله. يعني يا اما تنافس يا اما مالكش، وبتبقى الدنيا مقلوبه وبيبقى المسؤولين يعني مش راضيين واللعيبه مش راضيين والجمهور مش راضي كمان. بص محمد، احنا ايه اللي هيج الدنيا قوي الفتره اللي فاتت؟ السبب الرئيسي ايه؟ انا بسال حضرتك سؤال، كان بطوله افريقيا والخروج من البطوله العربيه، بس والله البطوله العربيه ما تفرق معانا، البطوله افريقيا، بطوله افريقيا عشان خدنا فيها ايه؟ المركز الثاني. المركز الثاني على السنه الثانيه على التوالي ناخد نلعب الفاينل. شوف بقى لما بناخد احنا جمهور الاهلي المركز الثاني بنبقى عاملين ازاي؟ بنبقى غضبانين جدا، زعلانين والدنيا هاجت وعايزين نغير ونجيب لعيبه جديده ومش مع ان احنا عندنا قوام رئيسي للفرقه يشيل، بس احنا اللي ايه؟ احنا اللي عايزين نبقى الاول على طول، وطالما عايز تبقى الاول على طول لازم تستحمل كمان الجمهور ولازم تقف معاه، والجمهور هو اللي هيزقك وهو اللي هيشد. شاطر بألف بالظبط، لما بتغلط لازم الجمهور ده يراجعك لازم في الكلام، لازم تبقى مراجعه الجمهور دي مهمه، هي اللي بتزق النادي الاهلي. احنا ما بنطبطبش، خلي بالك ما بنطبطبش على اللعيبه، احنا بنزق اللعيبه. بس كان امر كمان جيد جدا انه كابتن خطيب لما اتكلم عن الموضوع ده بعد خساره البطوله الافريقيه قال انه حتى في حاله الفوز باللقب احنا كنا كمجلس اداره ومسؤولين عن ملف الكره في النادي كنا بنرصد بعض القصور ونقاط ضعف موجوده وكنا هنشتغل على اصلاحها، بس ما كناش عايزين نتدخل وسط الموسم او وسط البطوله. واضح ان كانوا عينيهم بخبراتهم الكرويه الكبيره شايفين ان في مشكلات فنيه. تمام، مفيش شك في مشكلات فنيه، ومفيش شك كانت هيحصل يعني تحسين او تعديل للفريق، تعديل للفريق او احلال وتجديد زي ما بيقولوا يعني، بس كانت هتبقى في المداري. هتمشي اثنين وتجيب اثنين وبعديها بثلاث اربع شهور تمشي اثنين وتجيب اثنين، فانت ايه في خلال سنتين كنت هتغير الفرقه كلها. انما انت دلوقتي الجمهور بيزقك لازم تغير بسرعه كمان. بسرعه الحق نفسك، انت في بطوله هتخلص في شهر خمسه لازم تكون فيها البطل، لازم بطوله افريقيا في شهر خمسه تخلص تكون انت البطل. عشان كده احنا كل اللي بنقوله دلوقتي يا جماعه، انا عايز طاقه ايجابيه تتصدر للعيبه، طاقة إيجابية تتصدر من الإعلاميين اللي زي حضرتك، طاقة إيجابية تتصدر من اللاعبين القدامى، طاقة إيجابية تتصدر من الأجهزة الفنية للاعبين، عشان نعدي بيهم شهر 12 ده. لما نعدي شهر 12 ونيجي في شهر واحد والدنيا تلاقيك بتنافس على الدوري غصب عنك، أنت لما بص أنت لما بتطلع من تحت غيرك أول ما بيشوفك طبعًا أول ما بيشوفك المنافس بيبدأ يبتدي الكهرب ويقع. تمام، فهي دي النقطة. خلي بالك هم كانوا فريش وفي اعلى يعني نفسيا عاليين، ليه؟ عشان خاطر النادي الاهلي بعيد عنهم. اول ما ابتدي النادي الاهلي هيقرب من اللي فوق، اذا كان فلان ولا علان، انا بقول فلان ولا علان، هيبتدوا هم يكهربوا ويبصوا على النادي الاهلي. اول ما يبصوا علينا هتعرف ان احنا هنركب، ده شيء لانه بيبدا مقاعدة. الكل يبقى حذر مرتبك جدا، حذر عارف النادي الاهلي لو قرب خلاص من اللقب ما بيتنازلش بالظبط. فعشان كده انا بس عايز الجمهور يزقنا لقدام، مش عايز حد يمسك الحبل ويشده لورا، لا ده انا عايز. وكلامك مهم قوي يا كابتن احمد عن الشهر ده تحديدا اللي بنكسب فيه نجوم جدد في الفريق، نديهم الثقه وهنلاقيهم معانا كاوراق مهمه جدا ما كانش مستفاد بيها الفتره اللي فاتت. هيبقوا هم والنجوم اللي راجعين والصفقات الجديده والنجوم اللي راجعين من الاصابه هتبقى حاله مختلفه تماما ان شاء الله. بص اول ماتش بعد كارتيرون كابتن محمد يوسف بيلعب مين؟ بيلعب الشيخ، ميدو، ناصر ماهر. لا وبعدها في المباريات الثانيه محمد شريف يعني محمد شريف باحمد علاء، كريم ندفد، احمد علاء مش موجود خالص، كريم ندفد. فده ليه؟ لان نظره كابتن محمد يوسف عارف اللعيبه دي من زمان، من وهي في الناشئين تحت عارفها، وعارف اللعيبه دي عدت عليه. انما مستر كارتيرون برضو جه على سكواد عايز يلعبه ويكسب بيه، ممكن يدخل واحد يتعور دخل واحد مكانه، واحد يتعور دخل واحد مكانه، انما نفسيا وشخصيا معرفه كامله بكل اللاعبين، معرفه كامله ما كانش قادر. لان خلي بالك هو جسم، احنا مش عايزين نظلمه، هو جه في ظروف صعبه جدا، جه في فتره صغيره ظروف صعبه واجهته اصابات كتير. خلي بالك هو عمل معانا يعني، احنا ما نقدرش نظلم مستر كارتيرون، هو عمل اقصى ما بوسعه والحظ ما حلفوش، عشان بس نبقى هو استلم الفريق اخير المجموعه ووصل المباراه النهائيه، يعني ده يحسب له طبعا حتى لو في اخفاقات بعد كده. في جميع الاحوال يحسب له انه كان ماشي في ثلاث بطولات بطريقه مميزه، يمكن لما خسر واحده الدنيا وقعت معاه، ولكن في الاجمالي الراجل انا من شايف من وجهه نظري اتظلم، بس هو مش على قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز حد يكسب، يعني عايز حد امكانياته تقدر تعمل روتيشن او تدور مجموعه النجوم دي بشكل احسن. مشكله مستر كارتيرون ان هو ما عندوش شخصيه حازمه مع اللعيبه. بص هو انا المفروض ابقى ايه كمدرب؟ مدرب المفروض
حاجتين مهمين جدا جدا جدا، فريندلي وفي نفس الوقت طف. لازم ابقى اللعيبه كلها بتحبني، بس في كيمومنت متيم بشخصيه مانويل جوزيه. خلي بالك اللي بتقوله ده وصف لشخصيه مانويل جوزيه. دي حقيقه ما اكذبش عليك. في كيمومنت معينه كده لازم تبقى طف مع بعض اللعيبه، عشان اللعيب يعرف انه مش لحد، مش في وقت مش هينفع يتدلع فيه اكتر من كده. خلاص احنا استحملناك مره واثنين وثلاثه، خلاص اقعد. انما في العموم لازم بحب الناس كلها. هو بقى مستر كارتينون عنده واحد، عنده فريندلي مع الناس كلها، انما ما عندوش القسوه شويه في التعامل، او الحزم الشديد المطلوب في اوقات كتير مش احيانا. ما انا بقول لك يعني في كي مومنت بالظبط كده اللي هي ايه يعني، او مفتاح اوقات او دي لحظه أوقات فارقه بالنسبه للفريق. ايوه بالظبط، لحظات فارقه لازم اكون فيها طف، ولازم اخد قرارات قويه، والا الدنيا تنهار مني، والا الدنيا تقع مني. تمام، مع لاعب بقى في شويه استهتار في الاداء او تخاذل او مش مش عشان كده انا من وجهه نظري هو ما كانش بشخصيه النادي الاهلي، انما احنا برضه بنرفع له القبعه وبنقول له على راسنا من فوق، وانت عملت معانا حاجه كويسه، ولكن ما فيش توفيق وما فيش حظ، وان شاء الله اللي هيجي اوعدك اللي هيجي هيبقى عنده نفس اللي انا بقول لك عليه باذن الله ان شاء الله. نسال الاسئله المحرجه بقى عن حراسه المرمى. وكابتن احمد فوزي معروف يعني على المستوى الانساني وعلى مستوى زمالته مع نجوم النادي الاهلي في الملعب باخلاقياته، وانه دائما لا يود ان يتحدث عن زملائه باي شكل او يقيم اي شيء. الحمد لله ان انت عارف دي عارف دي، بس هحاول نتكلم في الاطار المقبول، المقبول بالنسبه لثقافه النادي الاهلي ونجومه. الناس كانت بتتكلم الفتره اللي فاتت برضو في ازمه في حراسه المرمى في مصر كلها، في ازمه في حراسه المرمى في النادي الاهلي. الحراس في مصر الجيل ده غير الاجيال اللي فاتت، وعندنا مشكلات مؤثره على حتى الاداء في المنتخب. ايه رايك في مدى صحه الكلام ده، والى اي مدى راضي عن كفاءات حراس المرمى في النادي الاهلي وعلى مستوى المنافسه بينهم؟ طيب خلينا نتكلم بكل موضوعيه. بكل موضوعيه حراسه المرمى في مصر في خطر. تمام، يعني انت عندك خمس حراس او ست حراس في مصر دول اللي معتمد عليهم بالامانه. منهم اثنين موجودين في النادي الاهلي، واحد موجود في نادي الزمالك، واحد محترف بره، واحد في سموحه، والانتاج الحربي. دول الستة اللي الأفضل حاليا من وجهة نظرك في مصر، أحسن ستة موجودين في مصر. أنا بص أنا بحلل حراس المرمى كل أسبوع في قناة ما، وعارف ماتشات الدوري كلها وبشوف ماتشات الدوري كلها. كل الحراس في أبس أند داونز، يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل، إنما المستوى ثابت اللي أنا بقول لك عليهم دول. شريف والشناوي، جنش، عامر عواد، محمد، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل. تمام، دول الحراس اللي مستواهم ثابت على طول. الباقيين حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان مصر فيها مشكله كبيره في حراسه المرمى. التاهيل ما بقاش زي زمان. خلي بالك اكتر فرقه بتاهل حراس مرمى وبتطلع حراس مرمى ناديين في مصر على الاطلاق، يعني ناديين، النادي الاهلي ونادي انبي. لما يكون في انبي في مشكله دلوقتي في حراسه المرمى وبيلعبوا ولد عنده 19 سنه والاحتياطي بتاعه عنده 22 سنه والتالت عنده 25 سنه، تعرف ان في مشكله. وبيغيروهم ايه ده في ال 15 ماتش او ال 16 ماتش اللي لعبهم انبي، لعب كل واحد فيهم لعب اربع ماتشات، خمس ماتشات، ثلاث ماتشات، وهكذا دواليك. تمام، فلما يكون في مشكله في الحته دي، احنا هنا عندنا في النادي الاهلي كان ماشي الشناوي كويس قوي، وبعدين جات له فتره دروب، خلينا نكون واقعيين، ركب شريف لحد ما شريف ماشي كويس دلوقتي. انما في العموم في الاجمالي زي ما بقول لك كده، احنا مش ما عندناش مشكله في الحراسه كاهلي كشريف والشناوي، ما عندناش مشكله. خلي بالك احنا عندنا ناس واعده جدا طالعين من تحت، جدا 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 يعني. ويعني احب اطمن الجمهور اذا كان مصطفى شوبير، احمد طارق، حمزه، وعاصم بتوع ال 2001 دول، اتنين اجوان ان شاء الله 17 سنه دلوقتي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واحد فيهم هيلعب منتخب مصر مستريح ان شاء الله. يعني بص بكل امان، يعني مستقبل حراسه المرمى مطمئن ان شاء الله في النادي الاهلي ان شاء الله مطمئن. بس في راي بيتقال، مش عارف تتفق ولا تختلف معاك يا كابتن احمد، ان هذا الجيل مع الكفاءات الموجوده فيه من الحراس ما عندناش حارس زي الاجيال اللي فاتت، اللي هو كان ممكن نشوف حارس بيلعب موسم كامل يخطئ او ما يبقاش موفق في مباراه او اثنين في تمام. موسم كامل تمام. بيقال انه التغير في مستوى الحارس هبوطا وصعودا حتى اقوى حراس مصر حاليا بيحصل بمعدل اكتر من كده، بيحصل تمام. في الموسم الواحد كذا مره حقيقي. طب ليه واحد واثنين وثلاثه وعشره مش عايزين نقارن حد بعصام الحضري؟ دي مشكله النادي الاهلي. المشكله الازليه للنادي الاهلي من ساعه ما عصام مشي
من 2008 كل حارس بيقف في النادي الاهلي بنقارنه بعصام الحضري. ما ينفعش ما ينفعش نقارن حد بحد. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحارس الجيد بيعرف بايه؟ اخطاء غير متكرره في مساف، اخطاء غير متكرره يعني اخطاء لوحديها في مسافات زمنيه متباعده، يعني كل 3 اشهر يغلط غلطه بس ما يكررهاش تاني، مش نفس الغلطه اللي فاتت، بعد 3 شهور يعمل غلطه غيرها مختلفه. تمام، ده يبقى حارس جيد او محترم او ممتاز. انما الحارس الضعيف او اللي هو يعني المقبول اللي هو ايه، اخطائه متكرره في فترات زمنيه متتاليه او متقاربه، ده تعرف انه حارس غير جيد. ليه؟ لانه بيغلط نفس الغلط على طول، ما بيصلحش منه، والمدرب بتاعه مش عارف يصلحه له. تعرف ان المشكله هنا في الحارس وفي المدرب بتاعه. احنا الحمد لله ما عندناش ده، احنا مشكلتنا ان الاخطاء ظهرت في مباريات قاسيه جدا وحاسمه جدا. انما في مجمل العام للسنه الشناوي واخد مان اوف ذا ماتش فين؟ في كاس عالم. الشناوي لعب كاس عالم وكل ده من النادي الاهلي. الفضل الله سبحانه وتعالى والامكانيات الولد وكابتن طارق سليمان وكابتن احمد نجم، الواحد يقول ليه واللي عليه. جه دلوقتي الدروب بتاعه جه معانا في وقت صعب. تمام؟ شريف موجود. لما كان موجود وحاجه مطمئنه للناس ان الحارس اللي موجود كبديل للشناوي هو شريف اكرامي. خبراته الكبيره دي اللي هو خلي بالك شريف مش بديل. طبعا انا بتكلم ان اللي بره الملعب لو الشناوي طبعا. انا بوصل لك نقطه مهمه جدا جدا جدا. الاثنين اللي عندنا زي بعض بالظبط. بالظبط، واحد يتفوق في حاجه الثاني يتفوق في عكسها. واحد يتفوق يعني كل واحد ليه بنفيتس مميزات، خلينا ما نسميهاش كده، ما نقولش بديل لان هما فعلا ايكول. بالعكس الخبرات كمان لعدد السنوات المشاركه لشريف. يعني اللي مطمن الناس انه لما بيبقى الشناوي لو هو الاختيار رقم واحد في المباراه دي، ان رقم اثنين اللي موجود على الخط بره ده حارس عنده خبرات دوليه، خبرات كبيره وعنده رصيد بطولات مع النادي الاهلي. دي حاجه مطمئنه للناس اكيد. ولازم الناس تطمن من الحته دي. احنا مش عايزين اي يعني انا مش شايف ان احنا عايزين واحد دلوقتي. مش عايزين حراسه المرمى حاليا. حراسه المرمى مش محتاجين نجيب حد. الاثنين اللي موجودين دول ان شاء الله ان شاء الله مع كابتن طارق سليمان ومعاهم علي لطفي ان شاء الله يرجعوا لسابق عهدهم. والحقيقه في ثقه في كابتن طارق، هو مدرب كويس جدا، والخبرات السنين اللي فاتت بتقول ان تجاربه مميزه جدا وتاثيره على بص بقى كابتن طارق بقى له 8 سنين في النادي الاهلي. على مدى الثمان سنين منهم سنتين خد بطوله افريقيا في 2012 2013 كان موجود، هو اللي كان موجود. بطولات بقى عد بقى يعني دوري وكاس وبتاع، فيعني لا الراجل بيعرف يتعامل نفسيا مع الاثنين، حافظهم وحافظينه. جاب الشناوي ما كانش موجود بعد ما كانش موجود خالص في الصوره، لعبه موسم كامل وقدام منتخب مصر ولعب منتخب مصر وبقى حاجه جميله. يمكن حصل للشناوي دروب دي مش بتاعتنا، وبعدين رجع كابتن طارق اعتقد انه هيرجع شريف والشناوي هيبقوا حاجه كويسه. فانا كل اللي انا عايزه الناس تهدى، حراسه المرمى عندنا الحمد لله بخير، ال 10 سنين قدام ان شاء الله الحراس اللي طالعين لك من تحت هيشيلوا النادي الاهلي. واعتقد انه بيشتغل على انه كمان مشاركات شريف اكرامي تبقى دلوقتي فيها كمان عوده ثقه لشريف في الملعب بخبراته الكبيره. اكيد لانه جاله فتره كان في نقد وكان في هجوم عليه شديد عشان بعض الاخطاء، اعتقد مشاركاته الاخيره ما تكررتش فيها الاخطاء دي. اكيد كل ماتش لشريف بيطلع الاهلي كسبان وبيطلع هو شباكه بياخد ثقه اكتر وشباكه نظيفه، مش بياخد ثقه، بترجع له الثقه اللي كانت عنده. كانت عنده شريف عنده، كان عنده ثقه في نفسه ويخش في الحديد. حتى لما كان بيغلط بيعتذر في الملعب وبيلعب الماتش اللي بعده اسهل اصعب. ترجي هنا تعادلنا 2-2 السنه اللي فاتت، مش السنه دي، مش الموسم اللي قبله، تعادلنا وكان شريف سبب في التعادل. رحنا نلعب هناك اللي كسفنا لعب مباراه رائعه صح؟ يعني دي دليل على انه شخصيه وقوه النادي الاهلي، وانا اتوقع لشريف انه يبقى حاجه كويسه جدا بعد ما يبطل كمان كانسان وكشخصيه، وهيبقى يمسك حاجه في النادي الاهلي لان هو شخصيه ممتازه موفق. فالشخصيه عنده شخصيه النادي الاهلي ايوه بتدل على الولد هيعمل ايه. فاول ما ترجع له الثقه هتشوف شريف ده حاجه ثانيه ان شاء الله. طيب كابتن احمد، التجارب اللي بنشوفها دلوقتي ان النادي الاهلي بيلاعب فريق زي نجوم السادات، تمام، خبراتك مع الفريق لما كنت بتواجهوا فريق بالقدرات دي وبالفارق ده فنيا عن النادي الاهلي، ايه الاستفاده الفنيه عشان اقول المباراه دي هتبقى لها فوائد ايجابيه كبيره او جوانب ايجابيه كتيره؟ طيب بص، بدايه كده كان عندنا مدرب من غير ذكر اسامي يعني كان يقول لك لما ابقى واقع اجيب فرقه اكسبها 6-7، اعلي الروح المعنويه للعيبه، اخلي الروح المعنويه للعيبه اي حد هيجي لي بعد كده هكسبه 5-6، مش مشكله الفرقه اللي انا بلعبها اسمها ايه، حتى لو بلعب في 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 حوش، المهم ان انا لما العب ادي طاقه ايجابيه للعيبتي، اجيب اجوان كتير وما يخشش فيها حاجه،
يبقى كل الناس بتعلى معايا بطريقه غير مباشره. دي نمره واحد. نمره اتنين عوده بعض اللاعبين اللي مش موجودين بصفه مستمره زي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا باسم علي لعب تلت ساعه كويسه جدا، يديله النهارده، يديله النهارده عشان يرجع كويس. احمد ياسر ريان مش موجود، يرجع ويبقى كويس. اي حد متواجد دلوقتي عايز يرجعه يحطه في ماتش زي دون. ليه؟ عشان يرجع له ثقته في نفسه، عشان يحس انه حتى لما بيلعب ماتشات وديه لا هو واقف على رجليه. نمره 3 الحاله البدنيه للاعيبه بتتاثر في التمرين عن المباراه. لما يلعب مباراه ب 90 دقيقه ونفسه يرجع له 90 دقيقه غير لما يتمرن 90 دقيقه. خلي بالك التمرين يفرق كتير عن المباراه، مهما كان جهد المباراه بيبقى اعلى بكتير من جهد التمرين. عشان كده ثلاث نقاط مهمين جدا 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 بيستفيدوهم من المباراه. مش مشكله ما تفرقش معانا انا بواجه مين، على قدر الاستفادات اللي من ورا المباراه دي ايه. طيب هنتكلم عن توقعاتك للفتره الجايه. شايف فريق الاهلي بهذا الشكل ماشي بشكل مطمئن، كيرف اداؤه بيعلى، يعني نقدر نقول للناس ان احنا هنعمل اداء ونتائج ان شاء الله، هنحقق اداء ونتائج مرضي للجمهور حتى على مستوى بطوله الدوري، هنقرب ومش هيبقى فيه المخاوف اللي كانت عند بعض الناس الفتره اللي فاتت، البطوله ضاعت او بعدت. بدايه انا ما يفرقش معايا خالص الاداء دلوقتي، انا عايز 3 بونت ما يفرقش معايا الاداء بتاتا. الاهلي يعمل اللي هو عايزه بس المهم يطلع كسبان 1-0. احنا جبنا جون في ماتش بتروجيت وقعدنا في اول 12 دقيقه وقعدنا طول المباراه طلعنا ب 1-0. هو ده اللي انا عايزه. هنتكلم عن الاداء امتى؟ لما الصفوف تكتمل بس. تعالى بقى في شهر 1 تحاسبني واحاسبك بالاداء. تحاسبني واحاسبك بالاداء، ساعتها بقى يبقى في اداء وانتصار ومكسب والدنيا تبقى حلوه وثقه الدنيا كلها ترجع في النادي الاهلي. انما انا دلوقتي انا عايز كل ماتش يجر ماتش، ماتش مكسب يجر مكسب، مكسب يجر مكسب، لحد ما اللعيبه كلها ثقتها ترجع، نلعب كره حلوه زي زمان، اللعيبه المصابه ترجع وتخش في وسط. خلي بالك دول اللي هيبقوا اساسيين دلوقتي واللعيبه المصابه اللي هي كانت اساس في فتره ما هنطعم بيها الفرقه واحده واحده واحده. ليه؟ لان دول اثبتوا جدارتهم. تمام، يبقى لما تيجي تغير مش هتيجي تجيب واحد كان في بيته مثلا بقاله شهرين متعور، لما يجي ينزل اول ما ينزل هتدخله؟ لا، ده انت هنا تعالى الراجل اللي بيلعب مكانك بيلعب كويس وبنكسب بيه، فانت هتخش كبديل، ولما تخش بديل تاخد تلت ساعه في نص ساعه في شهر. هيبقى في بينهم منافسه. النجم اللي راجع ده في بينهم منافسه وبين اللي اثبت مكانه في ملعب. وده ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان ده وده الاثنين بقى في حق. بص ده اللي كان موجود ايامكم مع مستر مانويل جوزيه. تمام، بين كل اللاعبين وكل النجوم كان في بص اللي قاعدين في البيت اللي كانوا بره ال 18 كانوا اتقل من فرق معينه، لعيبه اتقل من فرق معينه، فاهم؟ الفرق كلها، الفرقه كلها، كل واحد على حده نجم، وكل واحد على حده انت جايبه بالشيء الفلاني، وكل واحد على حده يشيل فرقه. وكانوا بيقولوا دايما نجوم من الجيل ده كان يقول اللي بيغلط فينا او ما يلتزمش بتعليمات الجهاز الفني مره واثنين خلاص ويخرج من الحسابات، هو عارف ان فرصته انه يرجع بعيد ما بيرجعش. لازم تلف عليه 3 مرات. لا لازم تلف عليه 3 مرات لان البديل بياخد، واللي قاعد بره ال 18 بياخد، اللي طالع من تحت فكل اللي بياخد بيمسك في الفرصه فما بيسيبهاش، عشان عارف ان اللعيب اللي مكانه لما ياخد الفرصه هتبقى صعبه. هو ده اللي انا اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وده اللي هيحصل ان شاء الله. يبقى الجهاز الفني عنده 20 او 24 لاعب، كل اللاعبين جاهزين وهو محتار مين اللي يلعب، عنده فكر متعدد ويلعب 4-2-3-1، يلعب زي امبارح مثلا يوسف اسقف له 4-2-3-1، حب يامن النتيجه راح ملاعب بشام محمد ولعب 4-3-3 واتحكم في الكوره بطريقه احسن، وراح مطلع شريف وراح مطلع ناصر ماهر ومنزل يعني عنده تغييرات، مرونه فنيه في المباراه. لما اكون مزنوق قوي والفرقه مغلوبه العب 3-4-3 زي ما عمل قبل كده، واطلع واحد من السردباكات والعب واحد زياده في نص الملعب. بص دي هتفرق معانا جدا، مرونه تكتيكيه في الملعب نتيجه وجود لعيبه زي ما بيقولوا ايه، بتقدر تلعب كذا مركز وكذا مكان، فتقدر تغير لك من الطريقه في الملعب على حسب نتيجه المباراه. رايك في الصفقات الجديده بشكل عام حتى الان والتفاوض مع مدير فني على مستوى، بيقال دلوقتي ان النادي مركز على الاتفاق مع مدير فني اما انه يكون اضافه كبيره جدا او لا، يعني انه الاتفاق مع مدير فني على مستوى عالي جدا. هكلمك كمشجع للنادي الاهلي، محب النادي الاهلي مش كنجم سابق تمام الفريق. تمام، رايك ايه؟ رايي في النجوم الاسماء الجديده، التعاقدين اللي حصلوا لحد دلوقتي ممتازين. محمود وحيد يلعب باك ليفت كويس، يلعب باك رايت كويس، يلعب هاف ليفت كويس. محمد محمود بقى يلعب اي حته، يلعب ديفندر هايل، يلعب تحت راس الحربه هايل، امكانياته كويسه زي ما بيقولوا كده ذو ثلاث رئات، بيجري كتير، عنده بصير كويس جدا، يعرف يعمل لنا سروهات. الاثنين دول اللي جم لحد دلوقتي، الاثنين دول كويسين. والاعمار
السن الصغير اللي احنا ايوه طبعا احنا بنبني فرقه فالاعمار الصغيره زي ما قلت لك في الاول الفرقه اللي موجوده امبارح متوسط اعمار 24 سنه ودي حاجه ايجابيه تحسب لكابتن محمد يوسف وتحسب لكابتن سيد عبد الحفيظ ان احنا نزلنا الاعمار واحنا مش حاسين تمام. احنا في فتره من الفترات كان في مشكله بالنسبه لنا كبيره قوي بنلعب في بطوله افريقيا المعدل اللي شايل الفرقه من 30 ل 35 سنه النجوم بتاعتنا من 30 ل 35 سنه احمد فتحي حسام عاشور وليد سليمان الشناوي شريف اكرام محمد نجيب كل دول دول النجوم بتاع الفرقه فكان المعدل بتاعنا كبير دلوقتي لما ننزل معدل والنجوم تتغير لا يبقى في حاجه ده له تاثير على سرعه اداء الفريق وعلى طبعًا مستوى اللياقه طبعا ده شيء مهم جدا فعشان كده انا شايف ان التدعيمات والتطعيمات كمان مش تدعيمات بس دي ده في تطعيم للناس القديمه مين اللي طالع ومين اللي هياخد ايوه بالظبط كده ان شاء الله على مستوى الحدث على مستوى النادي الاهلي ان شاء الله واحسن مما تتخيل. طيب هسالك سؤال تاني عن حراسه المرمى انا عارف انك هتجاوب عن نص السؤال نص السؤال التاني هتحاول تجاوبه بدبلوماسيه يعني قول لنا ثلاث حراس من وجهه نظر كابتن احمد فوزي هم حاليا حراس مرمى منتخب مصر ورتبهم. لا الترتيب مش بتاعتي انا عارف الترتيب هتقول لا مش انا هتخرج من دي مش بتاعتي. طيب مين افضل ثلاث حراس المفروض يكونوا حراس احسن ثلاثه جنش وعواد ومحمد الشناوي احسن ثلاثه موجودين في مصر حاليا ساعات بقى يحصل زي ما بقول لك كده ابس اند داونز ممكن يخش عامر شويه ممكن يخش شريف اكرامي شويه ويطلع مكانه مثلا الشناوي يطلع يعني بص هي 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 بتدور في الخمس ست جوان دول انما الترتيب على حسب الحاله الفنيه لكل واحد في الوقت الزمني اللي احنا فيه يعني مثلا في الشهر الاخير ممكن تلاقي جنش احسنهم تمام قبليه كان ممكن يكون مثلا الشناوي قبل الفتره عواد عامل موسم في السعوديه ولا اروع كل الماتشات بيكسبوا 1-0 والسبب في المكسب الرئيسي عواد من شهرين كان الشناوي نمره 1 عشان كده بقول لك هي بتبقى هي متغيره ممكن تبقى بين حراس المنتخب في تغيرات كتير جدا ولكن اللي رجليه اكتر في الملعب هو محمد الشناوي. طيب هنتكلم عن الفتره الجايه طموحاتك انك تشوف فريق الاهلي بيجي له صفقات جاهزه لاعبين اشبه بالنجوم الموجودين معلول اجاييه ولا تتمنى ان كل الاضافات الجديده تبقى طبيعه الاداء 20 سنه 21 سنه 22 سنه طبيعه الصفقات اللي من النوع ده زي محمد محمود وقبله صلاح محسن النجوم اللي ممكن يدوا الفريق ل 10 سنوات قادمه ان شاء الله. تمام دي على حسب التطعيمات اللي موجوده بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي الفرقه قوامها لو جينا اتكلمنا سيبك من الحراسه عشان الحراسه كل ما بتقدم كل ما بتبقى احسن تمام دي وجهه نظر يعني نتكلم في الحته بتاعه خط الظهر انت عندك علي معلول اكبرهم تمام احمد علاء صغير سعد سمير متوسط العمر محمد هاني متوسط العمر لو حطيت معاهم كريم ندري يمكن كابتن احمد فتحي كبير الديفندرات كلهم صغيرين في السن الا حسام عاشور تقريبا تمام تحت راس حربه ما عندناش حد معدي ال 30 سنه طب دي وليد سليمان طبعا ده حاجه بس وليد ربنا يديله الصحه تمام الرصاد حربه كلهم صغيرين 22 سنه انا لما اجيب بقى اجيب لعيب دلوقتي لما اجي استخدام للعيب وبعدين جبت اثنين لعيبه 22 سنه يمكن 24 سنه محمود وحيد لما اجي اجيب بقى اجيب اثنين لعيبه 27 28 سنه ليه بقى؟ دول عدوا بخبرات سابقه قبل كده عندهم من الامكانيات اللي يظهروه للفرقه يساعدوا الفرقه وفي نفس الوقت مش هيجوا مشدودين لا ده هيجوا واقفين على رجلهم وعندهم ثقه وعندهم يعملوا توازن مع الشباب اللي في الملعب اللاعب بتاع جنوب افريقيا اللي كان موجود اسمه باكا ماشي باكاماني اللي كان معانا الفتره اللي فاتت باكا ده لعيب جامد قوي 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 لعيب كويس جدا 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 ولكن الظروف ما ساعدتوش عارف باكا ده بعد سنتين هيبقى حديث المدينه زي ما بيقولوا فعلا هيبقى لعيب كويس جدا انما هو الظروف بتاعتنا ما ساعدتوش اولا عنده سرعه عنده كوره شويط مهاري جدا مهاري ايوه ما انا بقول لك المباريات اللي مشارك فيها كان عنده كنترول عالي قوي انما هو اتظلم معانا ليه؟ هو لما جه مستر كارتيرون يغير قال لك عشان اجيب كوليبالي لازم امشي واحد من الاربعه فاضطر انه يمشي باك انما لو الطبيعي باكا ده لعب كمان السنه دي كان هيبقى حاجه زي اجاييه كده. عايز اختتم معاك الحوار ده برساله حابب توجهها للاعبين في الفتره دي من خبراتك اللي فاتت وعايز لو عايز تكلمهم سريعا عن موقف من اصعب المواقف اللي مريت بيها مع فريقك مع جيلك من اللاعبين. بص الاول مش هيتكرر موقف زي الدوري بتاع 2001 2002 اللي هو بتاع سيد عبد النعيم لما خسرنا ماتش النهائي انبي 1-0 من انبي 1-0
والزمالك كسب الاسماعيلي. والزمالك كسب الاسماعيلي. مش هيجي موقف زيه. الموقف ده احنا كنا بنعظم. كنتوا متصدرين البطوله كان بوم فري. من اول وكان متصدر البطوله من اول اسبوع وانه قادر يضين والاعلام مش راضي عن الاداء. مش راضي عن الاداء. بيقول الاهلي في الصداره والاداء لوغاريتم. بس عايز اقول حاجه احنا كنا وحشين فعلا. بصراحه كنا فرقه يعني معتمدين على 3 4 لعيبه صغيرين في السن كان منهم سيد عبد الحفيظ وحسام غالي ومحمد جوده خالص خالص. كان في لعيبه كتير نجوم الفريق منهم مش مستوعبين مش فاهمينه. احنا ما كناش فاهمين بوم فري عايز ايه. في وفاهه من الاوقات ما كناش فاهمين هو عايز ايه. في 2002 الكلام ده. فالموقف ده عدى علينا. انا عايز اقول لك ان تاني يوم في التمرين احنا شفنا حاجات انت مش متخيل اللي ينزل مننا. بس دي مره وحيده يخسر فيها الاهلي البطوله في الاسبوع الاخير. في الاسبوع الاخير نزلنا جمهور كان بيجي التمرين عادي. اللي ينزل بس يحط رجليه في الملعب كان بياخد شتيمه ويتحدف طوب وكل حاجه في التمرين. تخيل انت متخيل يعني ايه في التمرين مش في ماتش مثلا. فجي كابتن الخطيب انا فاكر الكلمه دي كويس قوي قال لنا زي ما دول بيرفعوك السما وكلموا مع وشالوكوا في وقت انتوا كنتوا فيه واعين انتوا لازم تنزلوا تاخدوا النقد بتاعهم وتاخدوا الشتيمه على راسكوا وتسمعوا الكلام عشان تعرفوا الفرق بين المكسب والخساره. وفعلا نزلنا وده درس لازم تتعلمه دلوقتي يا جماعه. انا درس للعيبه بقى ما تحطوش في دماغكم اللي بيتقال في السوشيال ميديا، ما تحطوش في دماغكم اللي بيتقال في الاعلام، ما تحطوش في دماغكم اللي بيتقال في الجرايد. انا كل اللي عايزه منكم انتوا اللي تشيلوا بعض مع بعض، انتوا اللي تعرفوا تشدوا من ازر بعض، تبنوا الفريق بقوه في الفريق. انتوا اللي تشدوا من ازر. زي ما قلت لك في الاول خالص احنا عايزين نصدر لبعض طاقه ايجابيه. الطاقه الايجابيه دي هي اللي هتفرق مع الفرق الفتره الجايه ان شاء الله. سعداء بوجودك معانا النهارده وان شاء الله يتكرر اللقاء ده ونتكلم في ظروف كمان النتائج فيها تبقى اتضحت بشكل اكتر. مش بس على مستوى بطوله افريقيا، على مستوى بطوله الدوري كمان ان شاء الله الموسم ده اللي عندنا ثقه كبيره انها ان شاء الله هتكون الاهلي منافس قوي جدا على البطوله وهيكون الاقرب لها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اكيد انا متاكد طبعا. انا زي ما قلت لك ان الدوري ده حاجه ثانويه يعني بناخده عادي. احترامنا لكل المنافسين على فكره انه لا ينتقص من احترامنا لاي منافس. فكره اننا عندنا ثقه في فريقنا وده حق مشروع لكل فريق بينافس على البطوله، لكن احنا عندنا ثقه في قدرات نجومنا ولا نتحدث على الاطلاق عن اي منافس يعني. بس هو ده اللي انا عايز اقوله ان احنا ان شاء الله بطوله الدوري بتاعتنا بامر الله اللي بندور عليه وعنينا عليه بطوله افريقيا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في شهر 5 هنرفعها بامر الله في رمضان. كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في الاهلي. ربنا يكرمك. الشكر لله. ويعني انا اتشرف ان انا اكون متواجد مع حضرتك. ربنا يخليك. شرف لينا يا كابتن احمد. بشكرك جدا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه. بنشكر نجمنا في هذا اللقاء نجم النادي الاهلي سابقا وحارس مرمى النادي الاهلي السابق الكابتن احمد فوزي. ابقوا معنا فقراتنا مستمره بعد الفاصل. حوار اخر وفقره متميزه ومتابعه متميزه لزميلي العزيز عمر ربيع ياسين وايضا الكره النسائيه واخبار الكره النسائيه والتطور المرجو في هذا المجال في مصر. خلونا نتابع هذا اللقاء المتميز كعهدنا دايما بزميلنا العزيز عمر ربيع ياسين والتغطيات المتميزه اللي بيقدمها من خلال الاهلي ليله وعلى شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مكملين مع حضراتكم في الجزء الثاني من الأهلي الليلة. فقرة مميزة جدا وفقرة يعني مختلفة ويعني معنا نجوم بنكرمهم زي ما كانوا من شوية أو من أيام قليلة جدا بيتكرموا من سيادة الرئيس بعد إنجاز تاريخي لمصر في شيكاغو والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم طبعا أو الفريق اللي أنا فريق كرة القدم النسائية الموحد اللي شارك في كأس العالم بشيكاغو 2018 واللي حصل على الميدالية البرونزية وكمان وسام الدرجة الثالثة من سيادة الرئيس عشان هنتكلم معهم اكتر بقى ونعرف كواليس ونعرف كده حاجات كتيره جدا جدا عن الاولمبيات وعن فريق كره القدم وعن الانجازات اللي حققوها في شيكاغو. طبعا في البدايه ارحب بالمدير الفني والكابتن في نفس الوقت كابتن فايزه حيدر. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام كله تمام. شرفاني منورانا. ربنا يخلي حضرتك. كابتن ميدنا محسن ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام. وكابتن الكبير قوي بقى هداف الفريق وراس الحربه الجامد قوي كابتن هدير اشرف. ازيك يا هدير؟ الحمد لله يا عمر. اخبارك ايه؟ كويس كله تمام. طبعا في البدايه كابتن فايزه عايزين بقى يعني نتكلم في البدايه ونتكلم على الانجاز التاريخي اللي حققتوه وازاي وصلتوا لبطوله كاس العالم
وطبعا يعني احنا في البداية عايزين نشرح كاس العالم الموحد او للقدرات الخاصة ازاي كأول موسم او اول سنة اشتركتوا فيها حققتوا انجاز، وازاي الفكرة اصلا تم طرحها، وازاي المنتخب بتجمع، وازاي ما بين لاعب شريك ولاعب صاحب قدرات خاصة اتجمعوا في منتخب واحد. هي الفكرة في الاول كانت بدأ عملوا اول كاس اقليمي اتعمل في مصر كان ما بين دولة الامارات ودولة تونس في ديسمبر 2017 وكان اللي هيبقى بطل الكاس ده هو اللي هيشارك في بطولة كاس العالم اللي اتعملت في شهر 7 2018، وكنا احنا صاحب اللقب، وكانت هدير ليها فضل كبير قوي في النتائج دي، لان هي جابت جول في تونس والحمد لله تأهلنا وحصلنا على كاس الاقليمي اللي اتعمل في مصر. وعملنا فتره اعداد يمكن ما تكونش كبيره قوي لقله الامكانيات اللي في الاولمبياد الخاص يعني، والحمد لله ربنا كرمنا وصلنا كاس عالم وحققنا نتيجه البرونزيه على منتخبات جامده جدا زي المكسيك وكوريا والهند. طلعنا اول مجموعه كسبنا كوريا 4-0 والمكسيك 5-1 والهند 3-0، ولما صعدنا بقى المربع الذهبي لعبنا البرازيل وخسرنا 4-2 بضربتين جزاء يعني. لكن ميرنا عايز اسالك على اول بطوله عالم، والاحساس بقى ازاي في انك رايحه تمثلي مصر في اول بطوله كاس عالم لكره قدم نسائيه لقدرات الخاصه، فاكيد احساس مختلف، واكيد انت كانت مسؤوليه كبيره جدا في الفتره دي، واكيد طبعا انجاز برونزي لاول مره يحصل في تاريخ مصر ده اكيد شرف ما بعده شرف. اكيد طبعا احنا كان نفسنا اصلا نعمل حاجه لمصر قبل اي حاجه، من هنا بعد ما خلصنا على طول كاس الاقليمي بعد ما خلاص الحمد لله صعدنا وعرفنا احنا مسافرين بدأنا نتكلم احنا مع بعض، لا احنا لازم نسافر نعمل حاجة، احنا مش رايحين بس نلعب او نقضي الويك اند بتاعنا ونرجع تاني، لا طبعا احنا رايحين نلعب باسم بلد، لازم اسم بلدنا دوت يكون فوق الاعلام كلها اللي كانت موجودة هناك، وفعلا احنا قدرنا نعمل دوت بنتائج ماتشاتنا، المنتخبات كلها بقت تيجي تتفرج علينا والناس كلها بقت تشجع مصر، فدي كانت حاجة كويسة جدا وكانت مدينا حافز احسن ان احنا عايزين دايما نبقى احنا نكسب ماتشاتنا كلها، عايزين نعمل حاجة، لا احنا ان شاء الله رايحين كنا هدفنا ناخد البطولة. بس انا عرفت ان انت ميسي كرة القدم النسائية، طب ليه مش رونالدو؟ وهل بقى يعني اللقب ده قالوا لك ميسي عشان انت شبه ميسي في طريقة اللعب، ولا سريعة زيه بالكورة، ولا ايه يعني احكي لا هو ممكن وانا صغيرة كنت شبهه شوية في الشكل وجبت جون زيه، فمن بعديها بقى طلع عليا فطلع بقى عليا اسم ميسي ده من ساعتها. طيب انت اصلا بتشجعي اصلا ميسي، يعني انت اصلا بتشجعي برشلونة شكلك كده؟ طيب ماشي. هدير بقى نجمة النجوم وهدافة الفريق، اللي طبعا يعني زي ما الكابتن فايزه قالت ان انت كنت سبب في صعود مصر لبطوله كاس العالم. الاول هدير بقى انت في الاول طبعا احنا كنت عايزه توجهي رساله للكابتن محمود الخطيب تقولي له فيها الحمد لله على السلامه، تحبي تقولي له ايه الاول؟ على السلامه وعلى السلام عليه وعلى سروره في قناه الاهلي. طيب ماشي. الحاجه بقى الثانيه بقى انا عايز اعرف ان انت ليه النهارده لابسه الحجاب احمر؟ عشان بحبه اكتر. بتحبي الاهلي؟ انت اصلا اهلاويه؟ وبتحبي الاهلي. طب انت مركزك ايه في الملعب يا هدير؟ مهاجم. مين من لعيبه كره الاهلي اللي انت بتحبيهم او انت شايفاهم ان انت عايزه تبقي زيه مثلك الاعلى؟ مين؟ وليد ازارو. طيب وليد ازارو ده انت ان شاء الله تبقي اجمد من وليد ازارو ان شاء الله. قولي لي بقى يا هدير كده كاس العالم وتكريم الرئيس وبطوله مهمه، كان ايه احساسك كده وانت واقفه مع سياده الرئيس وهو بيكرمك وانت واخده ميداليه برونزيه ورافعه اسم مصر وواقفه كده يعني تتكرمي والدنيا كلها بتتفرج عليك؟ انا مبسوطه هو كده سبنا واشكره. تشكريه. طب انت شايفه، طب انت بقى يعني ايه اللي انت عايزه تعمليه الفتره اللي جايه؟ ايه اللي انت عايزه تعمليه فعايزة تكملي بقى وان شاء الله البطوله اللي جايه تاخده المركز الاول البطوله الذهبيه، عايزه ايه اللي انت بتنتظريه في كره القدم النسائيه الفتره اللي جايه يا هدير؟ انا بحب كره القدم. بحبك اكتر. انا نفسي اعمل بكابتن. نفسك؟ نفسي. ان شاء الله يا عايده يعني كابتن ادم معاكي وعايزه تبقي كابتن زيها، طب هي تروح فين لما انت تبقي مدربه؟ طيب انا معتصر بقى. طيب كابتن فايزه، يمكن برضه عايزين نقول للساده المشاهدين ان حضرتك مدير فني المنتخب القدرات الخاصه اللي هي المنتخب النسائي. تاني اكد ان منتخب كره القدم للكره النسائيه هو منتخب مزيج ما بين لاعبي القدرات الخاصه واللاعب الشريك اللي احنا بنسميه او هم بيسموه في كره القدم او في الاولمبيات الخاصه لاعب شريك ولاعب صاحب قدرات خاصه، هو منتخب في اندماج ما بين الطرفين، صح كده مظبوط؟ تمام. طيب انا عايز اعرف من حضرتك برضو تاني عشان خاطر نبقى عارفين
الاندماج ده حضرتك شايفاه ازاي؟ وهل هو حاجه يعني شايفاها ان هي على المدى الطويل ليها تاثير ايجابي؟ الحاجه الثانيه ان حضرتك لعيبه كره قدم في نفس الوقت، يعني حضرتك لاعبه ومدربه اتنين في واحد. تمام. فانا عايز اعرف ده مش بياثر عليكي في وانت في الملعب وانت كمدير فني لما بتيجي تلعبي مش بيحسسك ان ده حاجه كده فوق طاقتك او المسؤوليه كبيره عليكي؟ هي اكيد المسؤوليه كبيره، لكن مفيش حاجه فوق الطاقه، لان كره القدم مش بس لعبه، هي موهبه كبيره جدا وليها جوايا اثر كبير ويعني تحديات كتيره قوي، لان الموضوع كان صعب في الاول ان انا اصلا اقدر العب كوره. تمام. فان انت بقى تلاقي فرصه انك تلعب وتدرب، فاكيد هتفضي كل وقتك وكل طاقتك، لان ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا العب كوره وادرب كوره واحضر في كوره. يعني حياتي كلها كوره، يعني على الرغم ان انا خريجه اداره اعمال ماليش علاقه خالص لا بتربيه رياضيه ولا بكوره. هي موهبه بالظبط. لكن الفكره ان انا توليت منصب مدير فني لنادي الطيران في الفتره الاخيره اخر 3 مباريات، والحمد لله عاملين نتائج كويسه. بلعب وجايبه في الثلاث ماتشات جايبه 3 اهداف والحمد لله، يعني كل لعيبه بتشارك. انا بلعب هاف ليفت هاف رايت، صانع العاب، بتلعب يمين وشمال، رجليك الاثنين زي بعض. رجليا الاثنين الحمد لله. انا كابتن منتخب مصر كمان في الكوره، ما شاء الله، في اخر بطوله افريقيا في 2016 كنا 5 افريقيا. يعني الموضوع مش بس لعبه، يعني مش ان احنا بنمارس وخلاص، لا الطموح كبير يعني ان شاء الله. يعني يا مرنا بقى قول لنا على الصور وتعليق على الصور. سياده الرئيس شفنا الصور مع سياده الرئيس، شفنا الصور وانتوا جايين من المطار وجايين من البطوله، ودي صور يعني كمان المشاركه اللي انتوا شاركتوها في شيكاغو. فعايز اعرف بقى يعني تعليق كده، وتقولي لي الكواليس وتقولي الاحساس كده، الماتشات المباريات ازاي كان الدافع عندكم، وازاي كان الكابتن فايزه كانت بتتعامل معاكم، وازاي قدرت توصلكم للانجاز اللي انتوا حققتوه؟ لا كابتن فايزه اصلا كانت بتتعامل معانا ان هي اخت كبيره لينا طبعا. مش مدير فني. كانت بتعمل بصراحه كان ليها دور جامد قوي، ان احنا كان عندنا اول ماتش مع كوريا، ده كان اصعب ماتش وكنا ما كناش عارفين الفرقه دي ايه بالظبط. كابتن فايزه جابت لنا ماتش ليهم وده كان من الصعب جدا طبعا. وقعدنا مع بعض كلنا في الاوضه اتفرجنا على الماتش بتاع الفرقه ودرسناهم كويس جدا، وهم اصلا بيسخنوا، احنا بصراحه كنا مقلقين شويه يعني. بالظبط. نزلنا الحمد لله اكيد طبعا بيكون صعب. نزلنا الحمد لله كسبنا 4-0 اول ماتش، ده ادانا دفعه ان احنا نكمل البطوله بتاعتنا كلها بالسكورات دي، احنا مش اقل من حد، احنا ان شاء الله لازم نعمل حاجه. والحمد لله عملنا نتائج كويسه جدا، وكمان بقى لينا هناك جمهور كمان بيشجعنا. يعني هدير بقى انا عايز اعرف مركز راس الحربه، اشمعنى اخترت مركز راس الحربه؟ ليه ما لعبتيش مدافع؟ ليه ما لعبتيش في النص؟ ليه ما لعبتيش على اطراف الملعب؟ مهاجم احسن. اشمعنى مهاجم؟ مهاجم احسن. يعني تاخدي كل حاجه على الجاهز يعني؟ يعني عشان خاطر ما تدافعيش يعني وما تنزليش ترجعي مع زمالك؟ طيب احكي لي بقى كابتن فايزه برضو والتعامل معاها، ايه التعليمات اللي كانت بتقول لك عليها؟ ايه الحاجات اللي انت وانت جوه الملعب كنت بتاخدي بالك منها قوي؟ يعني مين اصعب فريق لعبت ضده؟ مين من اللعيبه المنافسين كان صعب شويه في الملعب، كان بيضايق، فانت كنت بتعملي مجهود اكتر؟ والله وكانوا من طرف المركز الاولمبي. اه. وناخد راحه. تمام. كنتوا بتضربوا في مركز الاولمبي. اه. وبتاخدوا راحه. تمام. وبعدين بقى؟ ومضطرب الساعتين. بتضرب ساعتين في اليوم. كنت بتضربوا ساعتين. طب مركز بقى راس حربه مين اللي اختاره لك؟ كابتن فايزه. يعني كابتن فايزه شافت ان انت وليد ازارو فقالت لك تلعبي راس حرب. اه. طيب مين اصعب فريق لعبت ضده في بطوله العالم؟ ايه اصعب منتخب؟ كريستيانو. ده واصعب. طب انت فاكره مين اللعيب اللي ممكن كان او اللعيبه اللي كانت صعبه قوي عليكي وكانت يعني قويه شويه فانت كنت بتعملي مجهود اكبر علشان خاطر تجيبي جوان وتعدي منها وكده؟ اه. مين كانت بتلعب في منتخب ايه؟ منتخب مصر في شيكاغو. في شيكاغو. طيب انت ان شاء الله كده يعني شايفه ان انت هتكملي بقى كراس حربه وان انت تستمري مع منتخب مصر الفتره اللي جايه كده وتحققي انجازات كتير؟ اه ان شاء الله. طيب ماشي. كابتن فايزه يعني هكمل مع حضرتك وموضوع الدمج عشان عايزين برضه نتكلم عليه. ايه الجزء الايجابي اللي حضرتك شايفاه وممكن يفيد منتخب مصر او منتخب الكره النسائيه للقدرات الخاصه في بطولات العالم اللي جايه، او من الفكره نفسها ان هو تم طرح فكره ان المنتخب يبقى مدمج ما بين طرفين؟ والله مكاسب كبيره جدا، مش بس لذوي القدرات الخاصه، للاعبات اللي هم الشركاء اللي معاهم، لان ده اثر في حياتهم. احنا عايزين بس نشرح ان احنا عندنا نوعين لاعب شريك ولاعب ذو قدرات خاصه.
فالاثنين بيلعبوا مع بعض في منتخب واحد، صح كده يا كابتن؟ احنا تم اختيارهم من خلال نادي الطيران ونادي وادي دجله لعيبه ميرنا اللي هي ميسي، وفي لعيبه ياسمين عبد الراضي دول نادي الطيران، وكان في لاعبات عليا الزنوكي وبسنت عبد العزيز وشروق سيد دول ثلاث لاعبات من وادي دجله، وكابتن منى طارق اللي احترفت لنادي في تركيا، ولاعباتنا ذوي القدرات الخاصه. ده كان الدمج الاستفاده منه ان بناتنا ذوي القدرات الخاصه ما يحسوش بفرق او بان هم مهمشين وليهم ادوار، يعني هم ابطال اكتر من بناتنا النورمال طبعًا. لان هم ابطال، يعني هدير مثلا بطله في لعبه السله. هدير يا كابتن بصي بره الهواء بتتكلم، بصي ما بطلش كلام على الهواء، ما اتكلمتش على بعض. ايوه مش هسيبها برضه. بطله في لعبه السله وبتاخد ذهب، وفي يعني هي بتلعب سله كمان كره القدم. وفي لعيبه ايه بتلعب ريشه طايره بطله عالم برضه، وفي سما بتلعب العاب قوه، وفي ياسمين بتلعب ريشه، وفي يعني هم بس مش مقتصرين فقط على كرة القدم، وبالدمج في كل الألعاب الجماعية. لكن الفكرة بقى عندنا ان احنا بناتنا الشريكة اللي هي النورمال بيبقى عندها مشكلة انها اصلا تتعامل، يعني احنا البنات اصلا عندهم غيرة وعندهم بيتدلعوا شوية وعندهم بنات يعني، لكن لما كانوا في موضوع الدمج البنات تحملت مسؤولية انها كل واحدة شريكة بتبقى مع واحدة ذوي قدرات خاصة في الأوضة، ازاي تتحرك، ازاي تاكل، هنلبس ايه، كانوا بيساعدوا بعض، لدرجة ان احنا لما وصلنا في اخر المعسكر بقوا لعباتنا ذوي القدرات الخاصة ابطال، يعني هم اللي بيساعدوا لعبات النور ان هم تجيب لها شنطتها او تنسى، في واحدة تنسى تيشرت تقول لي ده ناسية التيشرت في الأوضة. فالموضوع بيبقى ان بنوصل لمرحلة ان مفيش فرق ما بين الاثنين في تنفيذ التعليمات، زي ما ميسي ميرنا قالت او ميسي 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 قالت ميسي مش هنقول ميرنا، انا مش انا مش هقول ميرنا خلاص. ميسي قالت في ماتش كوريا لما اتفرجنا على ماتش، لان احنا عندنا لعبة رحمة كانت قبل ما نلعب بطولة كاس الاقليمي، كانت خافت قبل ما تلعب فريق الامارات لانها اول مره تشوفهم، وده كان يعني حاجه انا ما اعرفش ازاي بنتعامل معاها، فانا قلت نوريها فيديو للعيبه، وده شكلها وده رقمها وشعرها شكله كذا، ودي لعيبه هتلعبي عليها مان تو مان او هتلعبي معاها بطريقه كذا. فالموضوع بقى بالنسبه لنا مجزي، لدرجه في الاخر ان اللاعبات بتوعنا اللعيبه سما احمد بدلت التيشيرت مع لعيبه منتخب البرازيل، والبنت حطت التيشيرت مصر على السوشيال ميديا وهي لابسه التيشيرت بتاعها. فالدمج ده حاجه طبعًا عظيمه جدا بالنسبه للاعبات سواء الشريك او اللاعب، بيخلينا يعني ما فيش اختلاف ما بينهم طبعا، ما فيش فروق، بالعكس احنا هم عاملين نتائج وبطولات اكتر من لعيبتنا، يعني دي حاجه يعني هي حاجه اضافه لينا مش اضافه ليهم يعني. طبعا يعني يا ميسي بقى قولي لي الاستعداد لاول بطوله وازاي كان في رهبه، وهل انتوا يعني انت شايفه ان انتوا استعديتوا كويس، وان انتوا اول بطوله كان عندك الاحساس ان انتوا هتادوا الانجاز اللي انتوا عملتوه ده؟ طبعا ما كانش في رهبه بالنسبه لي قوي، عشان دي مش اول مره العب بره مصر، ومش اول مره العب باسم منتخب مصر. سافرت كتير مع المنتخب الاول ولعبت ماتشات كتير، فهي الموضوع الرهبه لا ما كنتش خايفه منها، انا كنت واثقه فيهم جدا، وكنت واثقه في شغل كابتن فايزه قوي. احنا كنا بنتمرن تمارين انا ما شفتش ولاد متهيألي بتتمرنها، واحسن حاجه كنا بنتمرن كمان الصبح في نفس مواعيد الماتشات. روحنا هناك برده كانت الدنيا شمس وحر جامد قوي، بس احنا تعودنا من هنا ان هنلاقي ده. لو كنا لعبنا هنا في جو لا كنا اتمرنا بالليل ورحنا براحتنا وكده، كنت شايفه ده كان هياثر علينا. عشان هناك برده اللي اثر علينا اكتر ان الماتشات كلها كانت ورا بعض، ولعبنا البرازيل في جو تاني. البرازيل كان الجو كان ساعتها برد جدا والدنيا بتمطر، واحنا مش متعودين على الاجواء دي اللي احنا فيها بالظبط، فدي كانت اجواء برازيليه شويه، فهم متعودين على ده. بس الاستعداد بتاعنا كان كويس جدا، كنا بنتمرن كل يوم في المركز الاولمبي، كنا بنصحى الصبح بدري قوي نروح نتمرن، تمريننا كان ساعتين. وهدير كانت بتصحى ولا ما كانتش بتصحى؟ لا هدير كنت بروح اول واحده بس اول واحده اول واحده في النادي. بس كنا بنقعد طبعا نفطر مع بعض، احنا كنا فعلا احنا كنا اسره، بس مش طبعًا مش تيم كوره لا خالص، كنا بنروح نقعد مع اولياء امورهم كمان نفطر مع بعض ونخلص تمريننا ونقعد كمان شويه مع بعض بعد كده بنمشي. فانا شايف الاستعداد بتاعنا كان كويس جدا. اي نعم فعلا كان في حاجات قليله قوي، كابتن فايزه كانت ساعات بتجيب لنا ادوات من عندها، بس الحمد لله يعني استعدنا كويس ورحنا عملنا حاجه، وده باين من نتائجنا في الماتشات طبعا. طيب هدير بقى قولي لي انت، يعني انا عرفت ان انت كنت بتلعبي باسكت او بتلعبي باسكت. عندي زي التمرين يوم السبت والحد. عندك تمرين سبت والحد؟ طيب لما لعبتي كوره بقى حبيتي ايه اكتر، او ايه اللي انت الرياضه اللي انت مايله لها وشايفه ان انت ممكن تبقي فيها كويسه على المستوى البيت؟ عشان اللعب كوره الكبير. انت عايزه تلعبي كوره ولا تكملي في الباسكت ولا تكملي في الاثنين؟ طب بتحبي ايه اكتر؟ باسكت وكوره. ولا كوره وباسكت؟ طيب بتتفرجي طبعا يعني اكيد متابعه النادي الاهلي طبعا، بتشوفي ماتشاته الصبح وبالليل عادي. بتشوفي الاهلي الصبح وبالليل مع حضرتك معايا يوم معاي الجمعه. يوم الجمعه صح صح. طب انا باجي الساعه كام؟ 5. طيب الاهلي اتفرجت على ماتش الاهلي امبارح والجيش ولا لا؟ كان عندي تمرين، كان عندي تمرين لقيت ايه، لقيت 2 ثروات كويسه مبروك لاني تقلها اهلي ستاره وكاميرو. يعني 2-0 الاهلي كسب، فقلت الحمد لله. كان عندك تمرين
طيب انت عارفه طبعا مين اللي جاب لك جوان ولا لا؟ مروان. صح، مروان محسن. بيلعب ايه مروان بقى؟ بيلعب نفس مركزك فمهاجم. الاثنين بيلعبوا مهاجمين صح؟ وليد أزارو. بس انت بتحبي الاثنين ولا بتحبي حد فيهم شويه؟ مين شايفه فاز بالتطي يعني طريقه لعبه شبهك، مروان محسن ولا وليد أزارو؟ الاثنين. طيب بقى عموما بقى في الاهلي، مين بقى من نجوم الاهلي اللي انت بتحبيهم؟ يعني بنتكلم على الاجيال اللي قبل كده بقى، قولي لي مين لعيبه الكوره اللي انت بتحبيهم في الاهلي؟ وائل جمعه. وائل جمعه، السلام. محمد ابو تريكه طبعا بحبه قوي جدا. مين ابو تريكه؟ مين بيحب بتحب ابو تريكه جدا؟ طب ومين تاني؟ مين تاني؟ لا ما حدش هيساعدك انت، لا تقول لوحدك عمالك تعمل. لو عايزين اي نتائج لمباريات او اي لعيبه هي اللي بتقول لنا. وليد سليمان. وليد سليمان متالق طبعا. طب اسمه ايه وليد سليمان؟ ايه اللقب بتاعه اللي بيقولوه؟ الحوي، عشان ما يجيب ضربه الجزاء. طب انت شايفه النادي الاهلي الموسم ده او السنه دي يقدر ان هو ان شاء الله ياخد بطوله الدوري وينافس على بطوله الدوري؟ هياخد دوري السنه ان شاء الله. هياخد دوري، دوري والكاس ولا الدوري بس؟ كاس مصر الاثنين ان شاء الله. طيب كابتن فايزه، عايز اسال حضرتك على الاجواء المختلفه ما بين اجواء مصر او اجواء افريقيا او اسيا. حضرتك رحتوا امريكا، ملاعب مختلفه، جو مختلف زي ما ميسي كانت بتتكلم. ازاي حضرتك تعاملتي مع الاجواء اللي حضرتك شفتيها بدايه من الاستعداد في مصر؟ هل حضرتك كنت عامله حسابك على الملاعب على الاحتكاكات ولا فكره حضرتك كان ازاي؟ لا، كنا عاملين حسابنا لان احنا كان جدول المباريات جه قبل البطوله مثلا باسبوع، وعرفنا ان احنا عندنا كل يوم ماتش، وده كان عبء كبير عليهم لان احنا بالامكانيات القليله اللي قدرنا نحقق بيها يعني فتره الاعداد كانت قليله. لكن قلنا ان فترات الراحه كنا بنعمل ايه بقى، يعني احنا مش فاهمين حاجه قوي والموضوع كان بالنسبه لنا صعب، بس كنا بنحاول على قد ما نقدر في البانيو بتاع الاوضه، زي مثلا بنعمل مغطس ثلج عشان اللعيبه تعمل ريكفري عشان يقدروا يكملوا، لان كل يوم مغطس ثلج يعني تقريبا مثلا. فاللعيبه بقى ما كانتش طياني. مين كان هدير؟ طب انا عايز اسالك، هدير كانت بتعمل ايه؟ هدير بقى غصب عنها كانت بتنزل، لان هم يعني ما كانتش بتتعبك ولا بتضايقك؟ لا لا لا، ما كانتش تقول لك بس الجو ميه ساقعه والدنيا برد، بس احنا بنقول ان ده هيخلينا كويسين للماتشات اللي بعد كده، لان احنا لو فضلنا مكملين على الحمل ده اللعيبه مش هتقدر تكمل. ماتش البرازيل ما كانش صعب بدنيا، لكن الاجواء نفسها كان درجه الحراره تقريبا 8 وامطار غزيره، وكانوا لدرجه ان هم غطوا الملعب بعد شويه من الماتش. واللعيبه بقى انا بعذرهم يعني، بس احنا كنا كسبانين البرازيل 2-0 في الشوط الاول، بس النتيجه اتغيرت. احنا مش متعودين على الاجواء، احنا حاولنا نعمل كل حاجه عندنا والله. والفترة الراحات كانت قليله، انا بشكرهم يعني لان هم استحملوني، لان الموضوع كان فيه يعني شويه بنعنفهم شويه بنحتويهم على قد ما بنقدر يعني عشان نقدر نعدي المرحله دي. ميسي، اصعب المواقف بقى اللي قابلتك في البطوله، اكيد في كده شويه مواقف مش قادره تنسيهم. كان موقف البرازيل اللي كابتن فايزه كانت بتتكلم عليه، ان انتوا تكونوا كسبانين 2-0 ومره واحده الدنيا هتتقلب ضدنا، كل حاجه جو لقينا مره واحده قلب جامد قوي. متهيألي احنا جه فينا الثلاث اجوان لما الجو قلب، والثلاث اجوان منهم ضربتين جزاء اتشاطت جت في ايد بنت غلط، اتحسبوا كده يعني. بس فاحنا كان حلم بصراحه ان احنا كان نفسنا نلعب نهائي، وكان الاجواء برده كانت كويسه جدا. انا اتضايقت قوي لما رحت حضرت الماتش النهائي، طبعا استاد الناس كلها كانت بتتفرج علينا، كابتن دروجبا كان هناك، فكان نفسي لا مصر هي اللي تلعب. هدير لعبت مع دروجبا؟ لا، مش رحمه وايه، خدوا من كل منتخب بنتين يمثلوا الدوله اللي هم فيها، كان من كل بقى سلوفاكيا البرازيل المكسيك. طب هدير لعبت مع حد؟ لا، هدير لعبت مع في المباريات العاديه، لكن في المباراه دي كانت اللعيبه ايه ولاعيبه رحمه، واخدوا ميداليه ذهبيه، وكانوا بيلعبوا مع نجوم العالم. يعني انا هلعب مع دروجبا، دي ده حلم حياتنا. بيلعب فين تاني كده؟ قولي، ما سمعتش. تشيلسي. ومين؟ كونتي مشي من تشيلسي دلوقتي، خلاص بقى مساري مدرب تشيلسي دلوقتي، كونتي كان ماسك تشيلسي. طب انا هسالك سؤال يا هدير، مين او انت فاكره مين من اللعيبه اللي كانت غلسه شويه كده عماله ترخم عليكي كده، كانت بتلعب في منتخب ايه؟ يعني انا مش هسيبك، انا عايز اعرف مين المساك الرخم او المساكه اللي كانت بتلعب عليكي وكانت مضايقاكي وما كنتيش عارفه تفلفصي منها، كانت بتلعب في منتخب ايه؟ ايه اكتر منتخب ضايقك؟ طيب عشان ما منتخب. لا لا، الاول مين من المنتخبات اللي انت لعبت ضدها كانت صعبه؟ لا كانت سهله. يعني منتخب برازيل ما كانش صعب؟ لا كان صعبة عشان خاطر كسبكم. طب انت بقى، طب مين من المنتخبات اللي كانت سهله اللي انت كسبتيها بس الموضوع كان بالنسبه لك صعب؟ كان في حد من اللعيبه الثانيه بيضايقك؟ كوريا والمكسيك. كوريا ومكسيك. طب كوريا كنت، طب سؤال بقى، كوريا كلهم شبه بعض، كنت بتاخدي بالك منهم ازاي؟
كانوا كلهم شبه بعض صح؟ اه. كنت ازاي بقى بتعرفي اللعيب ده واللعيبه دي واللعيبه دي واللعيبه دي ازاي بقى؟ ولا كنت كده بالاحساس؟ اي احساس ان كوريا مش قوي يعني وكسبنا يعني كوريا. قطعت الدنيا انت في مع كوريا ها؟ هو قطعنا هندي. قطعت الهند. الهند؟ وخسرنا برازيل. ما هو برازيل عشان نيمار. نيمار. طب نيمار ما لعبش؟ لا نيمار يعني انت معلمه كل منتخب بلعيب. يعني انت البرازيل عارفه بنيمار. اه. مين تاني من البرازيل طب بتحبيه لعيبه الكوره؟ هو نيمار بس. بس؟ رونالدو لا؟ رونالدو في البرتغال. لا رونالدو الكبير بقى مش بتكلم على مش انت بقى احنا بنتكلم ان انت موسوعه رياضيه وعارفه كل اللعيبه؟ رونالدو التاني عارفاه اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي كان أوروتونا اللي هو ايوه اللي هو اللي هو اللي هو كان بيلعب بقى زمان بقى مع انتر ميلان وبرشلونه ومع ريال مدريد. طب انت ايه اكتر دوري متابعاه في العالم؟ الدوري الانجليزي ولا محمد صلاح؟ الدوري الانجليزي. ما اشوفه انت انا بفرج على تشيلسي. في تشيلسي. طيب بتشوف الدوري الانجليزي؟ شفت ماتش ليفربول الاخير؟ اه. طب ايه رايك في مستوى محمد صلاح؟ حلو حلو خاطر احسن لعيب. احسن ما هو كل بسم الله ما شاء الله كل مره احسن لعيب. طب انت نفسك تحترفي؟ يعني انت نفسك تلعبي مثلا في نادي زي ليفربول وزي مانشستر وزي الفرق دي كلها وتطلعي بره مصر كده؟ في ريال مدريد. في ريال مدريد؟ مش انت قلت مش بتشجعي برشلونه؟ وبتحبي ميسي وبتحبي سواريز وكده؟ بعتي برشلونه كده على طول يا هدير؟ مالك يا ماما ما اعترف بس. طيب هنروح ل يعني سياده المهندس هاني محمود رئيس الاتحاد لكره او رئيس الاولمبيات الخاص المصري المهندس هاني محمود علشان نتكلم معاه اكتر عن الانجاز اللي حققته. باشمهندس برحب بحضرتك. ليك وعلى الساده المشاهدين وعلى ابطالنا اللي معاك. اخبار حضرتك ايه؟ الابطال منورين ومشرفين وحضرتك مشرف دايما. شرفوا مصر كلها والله. في امريكا مش عايز اقول لك كان التشجيع بتاع الامريكان ازاي ومش مصدقين ان عندنا بنات بهذه القوه وبهذا العزم على الانتصارات الجميله اللي عملوها. يعني استعدادات بقى المنتخب وازاي المنتخب استعد لاول بطوله في كاس العالم للاولمبيات الخاص وانجاز ببرونزيه وتكريم خاص من سياده الرئيس لحضرتك وللمنتخب. عايز اعرف ازاي استعديتوا للبطوله من اول يوم فتره اعداد لحد الميداليه البرونزيه. احنا الحقيقه عشان اولا كانت اصعب فتره هي تكوين الفريق عشان الكابتن فايزه والدكتور اكرامي المدير الفني عشان يوصلوا لهذه المجموعه سواء من ذوي الاعاقه الذهنيه او من المشاركين الاخرين كانت فتره طويله شويه والحمد لله كوننا الفريق عشان نلعب البطوله الاقليميه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا والحمد لله خدنا مركز اول وكانت المباراه النهائيه مع تونس كانت مباراه صعبه بس الحمد لله فزنا بيها وتاهلنا لكاس العالم لذوي الاعاقه الذهنيه وكاس العالم للاولمبياد الخاص في شيكاغو في امريكا. رحنا هناك الحمد لله كنت يعني انا واحد من الناس كنت قلقان جدا بالذات لما شفت الفرق اللي معانا في المجموعه كان معانا كوريا وكان معانا الهند وكان معانا المكسيك والحمد لله كسبنا بارقام كبيره 4-0 و3-0 و5-1 وكانت مفاجاه لكل الدول المشاركه في البطوله ومفاجاه للجمهور الامريكي اللي كان بيتفرج علينا ان مصر تطلع اول المجموعه وتفوز في الثلاث مباريات ومش بس فوز عادي ولكن فوز بنتيجه كبيره دايما 4-0 و3-0 و5-1 مظبوط كانت نتيجه كبيره على فرق كبيره الحمد لله. باشمهندس ماتش واحد اتفضل يا فندم. خسرنا ماتش واحد في قبل النهائي امام البرازيل 4-2 والاربعه بتوع البرازيل كان منهم ثلاثه ضربات جزاء لكن الحمد لله وكسبنا بعد كده المركز الثالث والميداليه البرونزيه لكن اهم ما في الموضوع الحقيقه اللي رفع يعني معنويات كل اهالي ذوي الاعاقه الذهنيه وذوي الاعاقه عامه هو تكريم السيد الرئيس. كان مفاجاه كبيره لنا ان يتم تكريم البعثه بهذا الشكل الجميل ويتم منحهم يعني اعلى وسام الرياضه من الدرجه الثالثه فكانت الحقيقه حاجه مشرفه جدا وكان السيد الرئيس فخور بالانجاز والحقيقه التكريم ده يعتبر تكريم يعني قطاعات كثيره من المصريين فهو تكريم للسيدات والانساب لان ده فريق انساب وفي نفس الوقت هو تكريم للرياضيين عامه وتكريم لذوي الاعاقه ولا تتخيل حضرتك التليفونات اللي جات لنا من اهالي ذوي الاعاقه الذهنيه
حتى اللي مش مشاركين في هذا الفريق اعتبروا ده تكريم لكل ذوي الاعاقه واهاليهم واسرهم اللي بيبذلوا معاهم مجهود كبير جدا حتى يوصلوا الى هذه الدرجه. باشمهندس ثاني، يمكن الطموح دايما بيكبر من الاحلام اللي جايه في المستقبل، خطوات حضرتك ايه اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا بنستعد للاولمبيات الدوليه في شهر مارس القادم، ودي هتكون في ابو ظبي، مشارك فيها 173 دوله على مستوى العالم، حوالي 7000 لاعب ولاعبه من ذوي الاعاقه الذهنيه، وهي بتتعمل كل 4 سنين، اول مره تقام في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، هي هذه المره هتستضيفنا ابو ظبي وتحت رعايه الشيخ محمد بن زايد. واحنا كوننا بعثه قويه جدا، عملنا معسكر الاسبوع اللي قبل اللي فات للبعثه كلها في جميع الالعاب، وان شاء الله نتمنى ان احنا نرجع من هناك باكبر عدد من الميداليات باذن الله. باشمهندس هاني بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، باشمهندس هاني محمود رئيس الاولمبيات الخاص. كاملين لسه مع نجومنا و كابتن فايزة، يمكن البطولات اللي جايه بقى الاستعدادات هتبدا من امتى؟ ايه اقرب بطوله؟ الاحلام بقى الخاصه بحضرتك وشايفاها ان شاء الله المنتخب هيسير ازاي بعد الانجاز اللي حققه في تحقيق انجازات اكبر؟ هي البطوله اللي في شهر مارس ما فيهاش كره قدم نسائيه، هي للرجال بس. تمام. والعاب تانية كتير مختلفه. تمام. لكن احنا بناتنا ذوي القدرات الخاصه عايزين نعرف هدير الفتره الجايه بقى تعمل هدير ايه؟ انا كل البنات اللي معايا في المنتخب ذوي القدرات الخاصه انا متبنيه الموضوع بشكل شخصي، يعني لان ما لهمش دوري ولا ليهم مراكز تدريب في الفتره الحاليه، فانا بشتغل معاهم سواء في نادي الطيران بندخلهم مع فريق الناشئات بيتمرنوا مع في الدمج برضو، او في اي اكاديميه كره قدم للبنات قريبه من بيوتهم انا بكون مشرف عليهم وبقول للمدربين ازاي يتعاملوا معاهم بصفتي، يعني انا مدربه ومحاضر في كره القدم النسائيه، فبحاول اكون ان بناتنا تمارس عشان ما تنساش كوره وتبعد بالالعاب الثانيه، لان هما بيبقى عندهم بطولات ثانيه كتيره بيشاركوا فيها، لو بعدوا عن اللعبه الموضوع هيبقى مختلف ومستوياتهم هتبعد شويه. ولاعباتنا بقى اللي بتلعب في الدوري، فاحنا عندنا دوري كره قدم نسائي. لا بس بسم الله ما شاء الله، يعني 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 اكيد طبعا بشكرك على المجهود اللي حضرتك بتعمليه وان انت متبنيه الموضوع. أكيد. حضرتك واخداه كمان بحب، فالحب ده دايما بيخليكي تخلصي في العمل. اكيد اكيد، لان انا عمري ما اتعاملت معاهم ان هم لاعبات، هم اخواتي يعني. صح. ولو انا كبيره شويه هم اولادي، وانا لا لك هم اخواتي. بجد، لان انا الموضوع بيكون ارتباط غريب، يعني بره اللعب احنا بنعمل حاجات يعني كاننا اطفال بنلعب، بنقعد نرش على بعض ميه وبنعمل حاجات اللي هي بتاعه الاطفال زي سعد سمير. بس هدير بتتكلم اكتر عبر الهواء، والهواء لسه برضه مكسوفه. هدير. مش عارف ليه هدير. مش عارف ليه مكسوفه على الهواء كانت بطل فوق، قالت لي حاجات قد كده هنا مخبيان كلهم مش عايزه اطلع ولا حاجه فيه. لا دي بتغني وبتعمل حاجات كتير هدير. بتغني هدير شويه. طب وايه تاني؟ بتغني للاهلي. بتغني الاهلي؟ ايوه. طب قولي لي. طيب اهلا فين عملتي او كده؟ طب هتروحي ماتش الاهلي اللي جاي؟ طب رحت لسته قبل كده؟ رحت اتفرجت على النادي الاهلي من في الطلعه العربيه في سته القاهره. سته القاهره؟ انا ما رحتش سته القاهره بقالي كتير. ده انت يعني بسم الله ما شاء الله ومات قليل اهو، مات قريب كنت في الملعب. طيب قولي لي، طيب يعني حابه ان انت بقى الفتره اللي جايه هدير يعني هتكملي في الباسكت وفي الكوره ولا هتركزي في حاجه واحده بس؟ الاثنين، هركز في الاثنين. الاثنين. طيب يعني انت الفتره اللي جايه مركزه في الاثنين مع الباسكت. انت بتلعبي في نادي ايه في الباسكت؟ او كره السله؟ مهاجم برضه. لا انت بتلعبي في نادي ايه؟ شباب الجزيره. مركز شباب الجزيره، ومع كابتن فايزه بتتمرني، بتاخدك كده بتتابعك في موضوع الكوره، فانت في الاثنين ماشيه كويس. خدت في المصابي لسه كان مصابي شهر 3، خدت المركز الاول وكسبنا الامارات. طيب هكمل معاكم بس نروح لمراسلنا كريم احمد من نادي الاهلي في الشيخ زايد عشان يطلعنا على ما هو جديد. يا كريم برحب بيك. مرحبا بيك يا زميلي عمر في البدايه وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل باكد عليك، احنا متواجدين في النادي الاهلي بالشيخ زايد حيث اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. في البدايه طبعا بنقول للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه. النهارده زي ما انت عارف يا عمر، النهارده اول الاجتماعات اللي بيحضرها الكابتن محمود الخطيب بعد طبعا رحله العلاج خلال الفتره الماضيه. النهارده يمكن مجلس اداره بالكامل النهارده متواجد في اجتماع هام جدا، اكيد زي ما جمهور النادي الاهلي منتظر وكل اعضاء النادي الاهلي منتظره قرارات كثيره جدا
جدا ما ينتظرها جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي تخص قطاع كره القدم، الامر خاص طبعا بالمدير الفني، اعداد كثيره جدا طبعا وامور كثيره جدا ما ينتظرها الجميع، لكن باكد لك في مجهود كبير بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه من الجهه الانشائيه ومن الجهه كمان الاداريه وايضا كمان الكل طبعا الامور الخاصه بالالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه وعلى راسها طبعا قطاع كره القدم والفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يمكن زي ما بنتكلم طبعا في البدايه النهارده كان في وفد يمكن كان رفيع مستوى، يمكن كانت زياره مهمه جدا في البدايه النهارده كانت في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وفد صيني كان متواجد مع المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، خدوا جوله كبيره جدا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن تواصلت هذه الجوله هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد ايضا كمان كانت جوله مهمه جدا، وصلوا كمان ل انت عارف عمر طبعا في مساحات كثيره جدا هنا في النادي الاهلي في الشيخ زايد، الحلم الكبير وهو حلم جمهور النادي الاهلي استاد النادي الاهلي، يمكن الوفد بالكامل كان متواجد في المنطقه اللي مليئه طبعا بالامطار الكثيره جدا اللي باذن الله ان شاء الله الحلم يتحقق هنا على ارض الشيخ زايد. النهارده زي ما بناكد الاجتماع هيكون مهم جدا، باكد لك ان حتى هذه اللحظه الاجتماع مستمر بدا فيها الساعه 5 بحضور الجميع، لكن احنا في انتظار طبعا القرارات ان شاء الله تكون قرارات تصب في مصلحه النادي الاهلي وبالتحديد كمان في قطاع كره القدم وعلى راسهم الفريق الاول لكره النادي الاهلي كره القدم بالنادي الاهلي، عندهم مباراه مهمه زي ما انت عارف عمر، البدايه باذن الله تكون موفقه في البطوله الافريقيه، لكن باكد لك الدكتور شريف فؤاد طبعا المتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي متواجد باذن الله اول ما تطلع القرارات هنكون لحظه بلحظه معاكم، قرارات النادي الاهلي باذن الله هتكون على شاشه قناه النادي الاهلي. انا معاك زميل عمر لو في استفسار اتفضل. يعني كريم زي ما انت اتكلمت وقلت قرارات مهمه جدا، واحنا كلنا منتظرين القرارات اللي هتكون ان شاء الله في صالح النادي الاهلي وبشكل عام سواء كره القدم او باقي القرارات اللي ان شاء الله النادي الاهلي هيقررها، لكن اكيد هنتابع معاك وهنكون موجودين معاك علشان نعرف ما هو جديد بعد انتهاء اجتماع مجلس الاداره. كريم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الاهلي الليله. كان معنا طبعا مراسلنا كريم احمد من اهلي الشيخ زايد، ولسه زي ما حضراتكم سمعتم الاجتماع مستمر وهيتم الاعلان عن كل القرارات بعد ما مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعا عودته في اول اجتماع خاص في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد موجود وبيترأس الاجتماع، وان شاء الله القرارات كلها تكون في مصلحه النادي الاهلي. هدير ايه هدير قولي لي؟ انا عايزه محمد صلاح عايزه اشوفه. معك محمد صلاح عايزه تشوفيه. طب وايه اللي انت كنت عايزه تقولي للكابتن محمود الخطيب؟ انت قلتي لي كده واحنا وكريم بيتكلم عايز اقول للكابتن محمود الخطيب رساله او تقولي لبيبو رساله، ايه هي الرساله؟ عايز اقول لبيبو على الله على السلامه، الحمد لله على السلامه، نورت مصر. نورت مصر. وايه تاني عايزه ايه نفسك؟ نفسي اشوفه في النادي الاهلي وتتفرج على التمرين. اتفرج التمرين. طيب خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصه هرير ناخدك النادي الاهلي تتفرج على التمرين، ويعني وميسي تيجي معانا وكابتن فايز تيجي عشان ما يزعلوش وعشان ما يتضايقوش ونقضي يوم في النادي الاهلي كده ان شاء الله تبقى حاجه كده تتبسطي بيها ان شاء الله يا هدير. يعني كابتن فايزه يعني ما عندناش وقت كتير، لكن عايز اعرف كلمه اخيره تحب تقوليها سواء للعيبه منتخب مصر او ايه الخطوه المستقبليه ان شاء الله اللي حضرتك شايفاها بالمنتخب ده هتحققوا بيها انجازات ان شاء الله. باذن الله هم ما خيبوش ظننا وكانوا رايحين تمثيل مشرف وخدوا برونزيه، فالفتره اللي جايه باذن الله يكونوا ابطال العالم وتكون بطوله العالم متنظمه في مصر بعد ان شاء الله الاربع سنين الجايين. هامس تحبي تقولي ايه؟ احب اقول طبعا بشكر حضرتك الاول وبشكر ليا انت موجوده معايا والله ربنا يخليك شرف لينا احنا. نفسي بس نهتم بموضوع الكره النسائيه شويه، احنا اهو بنعمل كره نسائيه بشكل عام عامه ولا كره نسائيه لاصحاب القدرات الخاصه؟ بكله يعني انت شايف ان في اهمال في كله. بس نفسي طبعا النادي الاهلي يعمل فريق كره قدم بنات، دي هتبقى حاجه كويسه قوي ودي برده هتخلي اللعبه ليها شكل تاني خالص طبعا. لو نادي الاهلي طبعا عمل نادي الاهلي نادي كيان ان هو يعمل فريق كره نسائيه ده يا ريت. طيب يعني اكيد ده افكار مطروحه جدا يعني ممتازه جدا، وانا اعتقد ان اهتمام بكره القدم النسائيه ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، وان شاء الله اللعبة تاخد قاعدة أكبر وتاخد فرصة أكبر في يعني مشاركات أكبر. هديل عايز تقولي حاجة في الآخر؟ هقول الأهلي إن شاء الله إن شاء الله هيكسبوا أفريقيا. إن شاء الله إن شاء الله يا هديل.
كنت موجود مع حضراتكم مع أبطال مصر في الأولمبياد الخاص واللي شاركوا في بطولة كأس العالم واللي حققوا لكرة النسائية حققوا ميدالية برونزية عشان تكون أول ميدالية برونزية لمنتخب الكرة القدم النسائية للقدرات الخاصة في شيكاغو 2018. بشكركم شكرا جزيلا ولسه مكملين مع حضراتكم في حلقة جديدة في حلقات أهلي قليلة بكرة إن شاء الله. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.